ورجعنا لكم مره اخرى ويوم جديد وبرنامج زملكاوي، وسعيد دايما بكون موجود معاكم على الهواء مباشره، وخصوصا في يوم بيكون الزمالك كسبان فيه ولعب مباراه جيده جدا مع مستر اوزوريو. طيب انا عايز النهارده ابارك لمستر اوزوريو والجهاز الفني بالكامل الاجنبي والمصري، وعايز ابارك للعيبه النهارده نفذوا المطلوب منهم وادوا اداء طيب جدا. مش هنقعد نتكلم على اخر تلت ساعه او على الهدف العالمي اللي احرزه خالد الغندور يعني في مرمى نادي الزمالك، لكن عايز اتكلم على طريقه لعب اوزاريو وهتكلم بالتفصيل. عايز ابارك لمجلس الاداره برئاسه المستشار مرتضى منصور والمجلس الاداره بالكامل وكل الناس اللي بتحب نادي الزمالك وجمهور الزمالك العظيم اللي بيحب نادي الزمالك بيبقى سعيد دايما بفوز فريقه. طبعا النهارده اخر مباراه قبل التوقف الدولي، انتوا عارفين ان شاء الله باذن الله الاسبوع ده مستمر ماتشات الدوري يعني الاسبوع ال 30. بكره على فكره فيوتشر هيلعب امبي وهي مباراه مهمه طبعا بالنسبه لنادي الزمالك، لان برضو بقى في تنافس على المركز الثالث. الاسبوع ال 31 بكره احنا لعبنا الاسبوع ال 30 سوري، يعني النهارده كان ماتشنا ال 30، فاضل لنا اربع مباريات في الدوري العام المصري. وقولوا لي الاربع مباريات ايه يا جماعه؟ طبعا منهم ماتش النادي الاهلي. لا انا عايز اتكلم ماتشات الاربع ماتشات اللي باقيين للزمالك، منهم طبعا ماتش الاهلي وماتش القمه، واعتقد ده هيلعب اخر لقاء في الدوري على ما اعتقد، يعني تم تاجيله، هو المفروض من الاسبوع ال 14 هيتلعب اخر لقاء في الدوري. طيب تعالوا نتكلم كده بصراحة، ليه الزمالك الناس كلها للأسف احنا عندنا عاطفيا بنقعد نتكلم على كل مباراة على حدة، فماتش نقول اوزاريو ما عندوش فكرة ويبتدي الإعلام يقولك موسيماني مرشح، معرفش مين مرشح، الراجل هيمشي، الراجل جاي له عروض، يبتدي يتسأل في الـ في الـ في الـ الاهلي والمحله وفيوتشر وفاركو، دول الاربع ماتشات اللي باقيين. طبعا دول الاربع ماتشات اللي باقيين في الدوري، غير ان احنا كمان عندنا بعد التوقف على طول الدولي عندنا مباراه فاركو في كاس مصر باذن الله يوم 23 يونيو باذن الله 23/6 يعني. طيب نرجع تاني، فاحنا عاطفيين. الراجل كان مصمم على الطريقه، ناس كتير قوي كانت ضد الطريقه، ناس كانت شايفه ايه اللي بيعمله اوزاريو ده وليه حاطط فتوح في الحته دي وليه حاطط حمزه المسلوسي في الحته دي، ويعني وانه بيعمل لخبطيطه، وابتدت الناس تطالب برحيله، ونجوم كبار يعني زملكاويه كبار يعني بيطالبوا برحيله يعني. طيب احنا ليه تفوقنا النهارده في الاستحواذ وفي التحركات داخل الملعب؟ ليه؟ اوزاريو وظف فتوح في مكان انا من وجهه نظري مع الزمالك هينجح فيه جدا جدا جدا. فتوح كان متكتف في حته الباك ليفت، هو باك ليفت طبعا مميز وباك ليفت رائع وعنده خبرات كبيره اكتسبها من اللعب مع منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه ومع منتخب مصر في الاولمبياد في دوره طوكيو، لكن فتوح عنده امكانيات عاليه. طيب احنا عندنا مشكله في نص الملعب، ان مثلا عماد نبيل دونجا او اشرف رؤه او مثلا عمرو السيسي اللي المكان اللي بيلعب رقم 6 كلهم لعبهم قريب من بعض شويه، يعني طريقه اللعب قريبه من بعض. نمره 2 كتير منهم بيعمل ميس باس او بيفقد الكره بسهوله عند الضغط عليه، لما بيتضغط عليه مفيش تحركات سليمه، ممكن ابديها لزميلي، زميلي يفقدها هو كمان، وبالتالي بتلاقي الكونتر اتاك او الهجمات المرتده خطيره على الزمالك، والتحول من المرحله الهجوميه للمرحله الدفاعيه بتكون بطيئه في تمركز بعض اللعيبه اللي بيلعبوا في المنطقه الهجوميه. طيب اما حطيت فتوح في الحته دي اديت قدره لنص الملعب ان يكون فتوح مختلف عن نبيل عماد دونجا، وان فتوح عنده قدره انه يضغط بيدافع حريف بيستلم بيباصي، بيستلم صح ويباصي صح، بيتحرك للكوره ما بيقلقش اما بيتضغط عليه،
ففتوح بقى حل مهم جدا في نص الملعب، انه قاطع للكرات وفي نفس الوقت باني للهجمات، فده ادى يعني ادفانتج او ادى شكل لنص ملعب نادي الزمالك كان بيفتقده الفترة الاخيرة. طيب نرجع تاني لتوظيف حمزة المسلوسي في السيرد باك. النهارده حمزة المسلوسي لعيب بيعرف اما الكرة تجيله يروح على قدام ويكمل ويباصي، وغير اما كنا بنلعب بطريقة مختلفة، مش عايز اذكر اسماء، كان طول الوقت اللعيب بيستلم السيرد باك ويروح مباصيها اللي جنبه، يستلم ويروح باصيها اللي جنبه، مع انه عنده مساحة انه يبني هجمة، انه يروح، انه يضرب اكتر من لاعب بسرعته، عشان انت ما بتروح بالكورة بتضرب اكتر من لاعب، وبيجي لاعب لازم يجيلك عشان يستقبلك، عشان ما يسيبلكش الدنيا وتروح زي ما انت عايز. اما بيجي لاعب يستقبلك بيدي مساحة للاعب تاني انه يكون فاضي، زيزو، نيمار، ابراهيم انضاي، مصطفى شلبي، وبالتالي برضو تغيير المكان، عشان انا برضو بفتقد للسيرد باك اللي بيبني هجمة، السيرد باك اللي بيطلع بالكورة، وبالتالي ابتديت اوظف لعيبة كورة شوية في اماكن مش اماكنها لكن بينجحوا. زيزو النهاردة كمان الطريقة دي خلت اكتر من لاعب ينجح، يعني نبيل عماد دونجا انا من هنا من قناة نادي الزمالك بقول له برافو يا نبيل، ابتديت تطور من نفسك، ابتديت اما ابتدى لعيب كوره يلعب جنبك ابتديت انت تكون رمانه ميزان، النهارده بتادي اداء طيب جدا، واحد من نجوم اللقاء النهارده نبيل عماد دونجا، بساطه بقت صح، الميس باس قل، الضغط سليم، بيقطع كور كتيره، بيباصي باصات سليمه، فنبيل عماد دونجا بان النهارده انه كويس جدا. النهارده نيمار كان مفتاح لعب مهم جدا، واي مدير فني يشوف ان المدير الفني للاتحاد السكندري كان ضعيف جدا جدا في قدرته على انه يقفل جبهه فيها نقطه ضعف. فوزي الحناوي الباك ليفت، هو مش باك ليفت، فوزي الحناوي لا بيلعب هاف رايت زي شيكابالا كده ومصطفى فتحي، لا بيلعب هاف ليفت، لا بيلعب ورا الراس حربه كصانع العاب، ما عندوش قدرات دفاعيه تماما وما بيعرفش يقف في حته الباك ليفت، لعيبه في الحته دي، وبالتالي هو لا يلام، لكن ساب فوزي الحناوي في الحته دي وفتح نيمار في الحته دي وزيزو شارع في الحته دي، ويمكن كان الهدف الاولاني والتاني من ناحيه الباك ليفت، وده هيوديني للهدف الاول، عشان في ناس كتير جدا على السوشيال ميديا بتقول لك اين الروح الرياضيه؟ فين الروح الرياضيه؟ بلاش انت ياللي بتنافسني تتكلم عن الروح الرياضيه، بلاش، انت جايب جونين فيا مباراه قمه واللاعب بتاعي بيتالم واقع مرتين مش مره واحده، على ما منهم مره عاشور الادهم وواحد تاني جاله صليبي فيها، كان مين يا جماعه؟ تامر عبد الحميد، كان تامر عبد الحميد جاله صليبي وما طلعوش الكره بره بتوع الاهلي وكملوا الهجمه وجابوا جون، والكره الثانيه عاشور الادهم واقع على الارض المدرب بتاعك والكره اساسا بره، يعني كده كده هو واقع والكره بره في الاوت مش هتطلعها كمان، لا ده انت بتلعب واللاعب بتاعي واقع ورحت جبت جون، فاوعى تتكلم على الروح الرياضيه. نمره اتنين بقى وتلاته، تعالى وانا اقول لك يعني ايه روح رياضيه. ما ينفعش واحد بيستلم الكوره وهو سليم مليون في الميه ما فيهوش اي حاجه، فيجي يستلم الكوره غلط فيتزحلق، وكل اللعيبه بتتزحلق في استاد القاهره على فكره، فيتزحلق فيقع فيقول اي وما اعرفش ايه، واللعيبه راحت تجيب جون، يعني اللاعب ما فيهوش اي حاجه ولم يصاب، والكرة واضحة جدا ان اللاعب استلم الكرة غلط، بدل ما يمسكها على صدره الكرة اتزحلقت راح جايه في دماغه جاي يرجع راح متزحلق، مفيش اصابة مفيش اي حاجة، لعيبة رايحة هي والجون المفروض ان انا اطلعها بره، يعني هي مش مثلا بننقل 15 نقلة، ده انت هجمة واعدة وانت استلمت غلط، فتيجي تقول لي
فيعني هل مثلا لعيب مثلا اصيب اصابه كارثه، مثلا وقع على دماغه، وقع على ظهره، حصل له كارثه؟ بالظبط كده. تعالى وانا اقول لك، انا بحب دايما ايه بالصوت والصوره اقول واتكلم. ماتش السوبر اما محمد عبد المنعم فخر الدين بن يوسف عمل له كده يعني، قال اي، راح اللاعب الشيبي لحق الكره، راح محمد عبد المنعم وقف، قال لك يا نهار ابيض ده هيجي فيها جون، بلاش امثل دلوقتي بقى، تعالى كده. اول راح طلع ووقف، وعايز اول ما الكره طلعت تاني راح وقع تاني، ودقيقه وقام. ليه؟ لان كان في نهايه الماتش، وعبد المنعم عايز يضيع وقت لانه كسبان 1-0 وعايز ياخد بطوله السوبر، فبيمثل. لان هو لو كان متعور فعلا عمره ما هيقوم، لو اي وبتاع ومتعور، هبقى مغمض عيني وماسك الاصابه بتاعتي، مش هشوف بقى الكره طلعت اوت ولا ما طلعتش اوت، طب اما ترجع ما اقومش بقى واقعد ادافع، ما انا ممكن الكره تجيلي بالعرض واطير والعبها. الله، مش انا متعور؟ ايه اللي وقعني؟ مش انا اصابه رهيبه؟ وبعديها بدقيقه قمت. فده اللي انا بقوله يا جماعه، اللعيبه اللي بتمثل عشان بصة غلط تسبب في هدف، بيضيع وقت عشان كسبان مش عايز الفريق التاني يجيب جون، فبيمثل وبيضيع وقت. احنا دايما نحب كده ايه اما يكون الفريق اللي قدامنا او بلاد اخرى بتلعب كرة تقع وتقول لك دي بيمثلوا، دول بيضيعوا وقت، احنا ما نيجي نضيع وقت عادي، مش مشكلة انا اضيع وقت، هم ما يضيعوش وقت، وكأن تضييع الوقت ده ممنوع لغيرنا ومسموح لينا. وبالتالي كمان ده اللي انا عايز اقوله، فبلاش نتكلم بقى في موضوع ايه الروح الرياضيه ومش الروح الرياضيه والكلام الكبير دوت اللي ابتدت الناس تلسن بيه، خلاص نقفل القصه دي. عايز اقول لكم خبر مهم جدا جدا كمان. النهارده يمكن شفتوا في بدايه الشوط الثاني، وكابتن امين عمر لو عندكم الحاله، وهو بيجيب فتوح وخالد الغندور عشان يقول لهم الفار بايظ. وهقول لكم خبر جامد جدا ولذيذ جدا. لأول مرة في التاريخ الفار بيلغي هدف عن طريق العين. ادي اهو كابتن امين عمر جاي فتوح بيقول له الفار بايظ، الفار مش شغال، هنلعب كده والفار بايظ. ده بداية الشوط الثاني. طب هدف فتوح جه تقريبا في نهاية الشوط الاول، الهدف فتوح اللي جابه عالمي. طيب انتوا شفتوا الفار عمل خطوط؟ هل الفار نزل قال لك الكرة مش تسلل ونزل خط بين للناس؟ هتقولي الحالة بتاعت فتوح دي، الحالة دي ما قعدتش. بصوا هنا من واضح ان هو يعني متقدم قبل لعب الكرة، واضح ان الكرة تسلل، تمام؟ ايه اللي عمله بقى كابتن هشام القاضي؟ المعلومة بتقول ان الكابتن هشام القاضي ما عملش الفار خالص، بل كمان ان هو كان معمول كلوز فمش عارف يعمل الفار. ده الكلام اللي بيتقال. الحقيقه ان الكابتن هشام وقف الصوره زي ما احنا وقفناها كده، ولو خدتوا بالكم الفار في التسلل ما قعدش اكتر من دقيقه وتم الابلاغ ان الكره تسلل، واحنا مش متعودين على ده. انت متعود دايما ان الفار بيتاكد وبيقعد بالخمس دقايق وبالست دقايق، وفي وقت بيقعد 7-8 دقايق عشان يقول لك الكره تسلل ولا مش تسلل. خلاص كابتن هشام القاضي رغم ان مساعد الحكم لم يحتسب الكره تسلل وتم احتساب الهدف، لكن كابتن هشام القاضي شافها في التلفزيون وبالعين المجرده كده من غير تقنيه فار، من غير اي حاجه، حسب الكره تسلل. لو انتوا عايزين قانونا ما ينفعش، لو هو قانونا، لو انت بتستعمل الفار ومساعد الحكم ما حسبلكش الكوره، لازم تستعمل تقنيه الفار وتبين الخطوط على الشاشه. فالكابتن هشام راح مبلغ كابتن امين عمر، بص يا كابتن امين الكوره واضحه انها تسلل بس انا ما عملتش الفار. فالكابتن امين تيت الكوره تسلل، بدليل كمان ان مفيش اي خط نزل، ولا شوط اول ولا ما بين الشوطين ولا شوط تاني، لان اساسا تقنية الفار لم تستعمل في التسلل ده. بس دي مجرد معلومة حبيت اقولها لكم، بجانب ايضا ان الشوط التاني
اوقات كتيره جدا الفار ما كانش شغال، وقد يكون الشوط الثاني كله، ودي برضو علامات استفهام لاتحاد الكره المصري والشركه الاسبانيه والفلوس اتدفعت ولا ما دفعتش وقدره العربيات والاجهزه. احنا لسه في ماتش فيوتشر وامبي، الكابتن قمر نادر قمر الدوله قعد تلت ساعه يصلحوا في الفار وبعد كده لغوا الهدف، فاكرين؟ وبالتالي يا جماعه يعني احنا مش جايبين فار سكند هاند كل شويه يبوظ في الماتشات، وساعات نلعب من غير فار وساعات نرجع بالفار، كلام من هذا القبيل. طيب عايزين نقول كمان ان عايز اشيد بنبيل عماد دونجا، وانا اشدت بيه، اشيد بمصطفى شلبي رغم ان النهارده يعني مباراته اقل من اللي فاتت، بس لكل مباراه ظروفها. اشيد باحمد سيد زيزو اللي استعاد مستواه واللي صنع الهدفين النهارده. اشيد بنيمار كان كويس جدا. اشيد بصبحي، اشيد بحسام عبد المجيد، حمزه المسلوسي، طبعا اشيد بمان اوف ذا ماتش او رجل المباراه سيف الدين الجزيري اللي احرز هدفين وكان لعيب مهم جدا جدا جدا. عندنا مشكله طبعا، كابتن حسام عبد المجيد اتغير بسبب انه واخد انذار، الراجل خاف ان هو ياخد الانذار التاني يلعبه 10، ابتدى يدي فرصه لمصطفى الزناري، وما زال مصطفى الزناري بعيد تماما عن مستواه اللي كان بيقدمه في طلائع الجيش، وحتى الان لم يثبت ذاته مع نادي الزمالك. النهارده برضو نازل تقريبا بعيد عن كره القدم، بعيد عن فورمه المباريات مصطفى الزناري. النهارده زيزو وصل 13 اسيست، النهارده هو اللي صنع الهدفين، واكتر واحد صانع اهداف في الدوري المصري هذا الموسم، اعتقد الموسم الثاني او الثالث على التوالي يعني، او الثاني على التوالي. وبالتالي بسم الله ما شاء الله لزيزو، وانا بقول ان الراجل المدير الفني ده مدرب كويس جدا، محتاج وقت يا جماعه، محتاج نستحمله. هو بيكتشف لعيبه في اماكن لانه عنده نواقص في اماكن، والطريقه دي بتتبني على لعيبه عندها امكانيات. هو قال مثلا انا عايز لعيب اشول في نص الملعب فمش لاقي، فراح حاطط فتوح في الحته دي، قال لك انا عايز سرد باك اشول، فابتدى يحط حاتم سكر يوظفه في الحته دي، طبعا محتاج طبعا خبرات كبيره جدا. ابتدى عايز لاعب مدافع يبدا هجمه، فابتدى يحط حمزه المسلوسي، عنده قدرات بيلعب بدماغه في التاكلين كويس وما اعرفش ايه. محمد طارق طبعا مؤدي لغايه دلوقتي، مؤدي محمد طارق، لكن طبعا محتاج يكتسب ثقه ويطور من نفسه افضل من كده بكتير عشان يقدر يكون متواجد في فريق نادي الزمالك كلاعب مهم او كلاعب اساسي، لكن هو لعيب ملتزم، لكن محتاج انه يطور من نفسه الفتره اللي جايه باذن الله. نادي الزمالك عنده لعيبه كويسه جدا، ولكن عنده برضه نواقص نوعا ما في الدكه، او نواقص في اللعيبه الاساسيه في بعض الاماكن. المستوى بعيد شويه بين اللاعب الاساسي واللاعب الاحتياطي، لان الفريق اللي بيلعب على بطوله لازم اللي قاعد على الدكه يكون اقوى من اللي بيلعب اساسي، ويكون عندنا قدره على تغيير نمط وشكل الفريق وخطه الفريق باللعيبه اللي قاعده على الدكه، او بال 30 اسم او بال 25 اسم اللي بيمثلوا نادي بقيمه نادي الزمالك. مستر اوزوريو قال ان احنا لعبنا مباراه كويسه جدا، وخصوصا في الشوط الاول اكسترا اوردينير، يعني كنا حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني كنا مميزين جدا في الشوط الاول. عملت تغييرات غصب عني، ان وخصوصا حسام عبد المجيد كان واخد انذار، خفت ياخد الانذار الثاني، بجانب ايضا ان احنا بداوا هم اخر الشوط يستحوذوا بعد ما جابوا جون. وعلى فكره يعني هو في الجون اللي جابه خالد الغندور، هو طبعا تفكيره 10 على 10 وحطها بشماله اللي هو مش بيلعب بيها، وحصل نوع من التوفيق في الكوره لان هي اتخطفت، لو جبت الجون هتلاقوها مخطوفه كانه بيتخلص منها، يعني جات له وبيتخلص منها حطها وراحت في حته صعبه جدا جدا جدا. لكن في النهايه الزمالك شكله بيتطور، الزمالك بيقول ان في مدرب عنده فكر، يعني مدرب عنده فكر، المدرب بيعمل حاجه في الملعب واضح، المدرب بيحاول يوظف لعيبه في اماكن تصنع له الفارق. اي طريقه في الدنيا محتاجه وقت عشان اللعيبه تستوعبها،
ومحتاجه لعيبه بمواصفات خاصه عشان تنفذها. وبالتالي لو الزمالك بطريقه اوزاريو بينفذوا مثلا 50%، مع الوقت النسبه هتعلى، ومع استقطابات للعيبه جدد النسبه هتعلى اكتر واكتر. وبالتالي لازم نصبر على الراجل ونديله مساحته ونبتدي نفكر في الموسم الجديد. وزي ما قلت لكم المستشار مرتضى منصور كما قال عنده مفاجآت الفترة اللي جاية، سواء على مستوى الانتدابات الجديدة للعيبة اللي هتيجي نادي الزمالك، وكمان سواء على مستوى كمان الشكوى اللي قدمها للفيفا في موضوع كهربا وموضوع مباراة السوبر يعني، وان الشكوى قبلت من قبل الفيفا او اللي قبل الاتحاد الدولي. الزمالك هياخد 4 أيام راحة، الزمالك هياخد 4 أيام راحة، والمرشحين للانضمام للمنتخب محمد صبحي، احمد السيد زيزو، احمد فتوح، وحسام عبد المجيد. دول 4 لعيبة مرشحين انه ينضموا لمنتخب مصر اللي بيستعد يوم 14 لمباراته مع منتخب غينيا، واللي هتقام في المغرب. هتقام في المغرب. تعرفين النادي الاهلي هيلعب مباراه النهائي يوم 11، اعتقد لعيبته هتنتظر وتنضم لمنتخب مصر يوم 12 استعدادا لمباراه غينيا يوم 14 باذن الله. وبعد كده المنتخب عنده ماتش ودي يوم 18 مع جنوب السودان مع اللعيبه المحليه. وبعد كده الزمالك هيلعب اولى مبارياته هتكون مع فاركو في كاس مصر موسم 2022-2023 باذن الله. دي يعني راحه باذن الله. وكمان الفتره اللي جايه هيبدا ورشه عمل تراخيص الانديه المصريه باتحاد الكره المصري باذن الله. الماتشات اللي هتتلعب بكره يا جماعه في الدوري المصري، بكره الاربع او سوري بكره الثلاث، الداخليه هيلعب مع حرس الحدود، وهي مباراه مهمه جدا جدا للداخليه. حرس الحدود تقريبا فقد الامل، الداخليه ما زال لديه امل كبير بعد هزيمه اسوان وهزيمه المحله. المحله كان بادئ الدوري رقم 2 في الدوري، دلوقتي قبل نهايه الدوري ب4 أسابيع بيصارع من اجل البقاء. انا طبعا بتمنى المحله واسوان من الفرق الجماهيريه، بتمنى بقائهم. الداخليه وحرس الحدود الساعه 7، فاركو هيلعب مع بيراميدز بكره في استاد برج العرب، وفيوتشر هيلعب مع ام بي في استاد السلام. والاربع غزل المحله هيلعب المصري البورسعيدي، هي مباراه مهمه جدا في استاد برج العرب، وسموحه هيقابل سيراميكا كليوباترا، والاسماعيلي يوم الخميس بقى، ودي مباراه ضرب نار قويه جدا لعبد الحميد بسيوني، اسماعيلي مع طلائع الجيش في استاد الاسماعيليه، واللي طلائع الجيش ما بقاش قدامه غير المكسب فقط. اسوان كمان في استاد اسوان عنده مباراه مصيريه امام المقاولين العرب. والجمعه 9 يونيو هتكون اخر المباريات، الاتحاد السكندري هيلعب مع البنك الاهلي، وكان من المفترض ان الاهلي يلعب مع الزمالك، وبقول الاهلي لان هي مباراه النادي الاهلي في الدور الثاني، ولكن تم تاجيلها بسبب مشاركه النادي الاهلي في المباراه النهائيه امام فريق الوداد. دلوقتي يا جماعه عايز اقول لكم بس نادي الزمالك عنده 53 نقطه، لعب 30 ماتش، فوقيه على طول فيوتشر عنده 54 نقطة بفارق نقطة، ولكن بكرة عنده ماتش مع امبي. امبي بيتطور بصورة كبيرة جدا مع تامر مصطفى، ولكن فيوتشر عايز يكسب عشان يبتعد بالمركز الثالث عن نادي الزمالك، وامبي عايز يواصل صحوته. امبي عنده 39 نقطة، لو كسب بكرة هيطلع فوق الاتحاد السكندري اللي عنده 40 نقطة، ولو في حاله بقى تعادل فاركو او تعادل المصري البورسعيدي اللي عنده 40 نقطه، ممكن امبي ينط 3 أماكن مره واحده، ممكن جدا. وبالتالي بقى عنده طموح انه يروح لمركز متقدم امبي. هنشوف الدنيا رايحه لفين. دي كانت كل حاجه عندنا النهارده. حابب بس
اقول ان نادي الزمالك يا جماعه محتاج كل جماهيره تبقى في ظهره الفتره اللي جايه، محتاج ان احنا نقف في ظهر اللعيبه. احنا بنمر بظروف صعبه ورغم كده بنحاول نأدي، نفرح بفوز فرقتنا مهما كانت المستوى اللي احنا بنقدمه هذا الموسم او الموقع اللي فيه الزمالك او الترتيب اللي فيه نادي الزمالك. لا يليق طبعا باسم نادي الزمالك في المركز الرابع، لا ننافس على البطولة، عندنا بطولة مهمة ما زالت موجودة وهي بطولة كأس مصر، عندنا قضية مهمة جدا سوبر وتقدمنا بيها للفيفا، عايزين ناخد حقنا، عايزين ناخد حقنا، واللي احنا اتظلمنا بجد اتظلمنا، وكان في مؤامرة على نادي الزمالك ومؤامرة باتفاقات، كل حاجة وضحت، ان شاء الله بإذن الله ناخد حقنا عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم بإذن الله. وعايز أقول لكم اللي بيقول لكم إن الكرة في مصر أو النشاط في مصر الكروي هيقف، يعني هنشوف هل الاتحاد له قصة في الحكاية دي، هل لجنة الاستئناف كان في اتفاق، هل هو مقبول إن هم يوقفوا العقوبة لجنة الانضباط بسبب الاتجاه للمحاكم المدنية، هل الانسحاب النادي الاهلي او محاولة انسحاب النادي الاهلي بعد ما لعب كهربا وعمل اللي هو عايزه ده هيكون مقبول. وعلى العموم المحامي الايطالي بعت جواب شديد اللهجة لاتحاد الكرة المصري، وان شاء الله الفترة اللي جاية يكون في حكم قوي يرجع الحقوق لاصحابها باذن الله. هنطلع لفاصل ونستقبل بعديها طبعا الصحفيين المحترمين، استاذ عبد الشافي صادق الصحفي بالاهرام، استاذ عمر الايوبي طبعا الصحفي باليوم السابع، والمؤرخ الزملكاوي مصطفى الفخراني. يلا بينا. ربنا يكون في عونه، ربنا يقويه، ربنا يجيبه لنا بالسلامه يا رب، والمشاكل اللي عنده دي تحل ويرجع نادي الزمالك تاني عشان خاطر الناس الغلابه دي يا رب. انا كل اللي بوجهه اللي انا عايزين حل المرتبات بتاعتنا، احنا علينا بنوك وهنتحبس، عايزين حل بس اللي حد يشوف لنا حل فيه ويسيبوه، لو هو اللي عنده الحل لينا يسيبوه يرجع، يعني هو وربنا معاه، وهو بصراحه يعني عامل حاجه كويسه في النادي مش وحش. احنا دينا 3 شهور ما قبضناهوش ولا عارفين ندفع اجار ولا اقساط، علينا اقساط بتاعت البنك مبهدلانا، البنك مبهدلنا، يشوفوا لنا حل في اللي احنا فيه، بس كل اللي احنا بنقوله، مش عايزين حاجه تانية اكتر من كده. والله هو قبل الحجز ده وقبل الارسنال احنا كنا بنقبض، دلوقتي احنا بقالنا 3 اشهر ما بنقبضش، انا مش عارفه نقول لمين ولا ده ذنب مين ولا ده ايه. هم يرجعوا الراجل يقبضنا، كان ممشي الدنيا والدنيا كانت ماشيه وكنا بنقبض، احنا معانا عيال ومدارس وبيوت، مفيش حد نازل من بيته ولا محتاج الشغل. 3 اشهر محدش سأل فينا، محدش بيفتكر بتوع الزمالك العمال دول والموظفين الغلابة دول والعمال والمطحونين. أنا ابني عنده حفلة تخرج أهو، بيتخرج من الجامعة، مش عارفة أروح أجيب له البدلة اللي هيروح بيها، والله بجد. بينزل لنا المرتبات وأنتوا عارفين إن كان بينزلها كل أول شهر، بس دلوقتي بقى لنا 3 شهور والدنيا بايظة، أنا مني واحدة عليا إيجار 3 شهور وعليا قسط البنك 3 شهور، الدنيا بايظة، أنا مش عارفين نمشي. بنيجي هنا اللي يعلم بنا ربنا الدنيا خرابة. فاحنا عايزين حد بس يساعده عشان يرجع وينزل لنا المرتبات، احنا عايزين مرتباتنا عشان احنا مش لاقيين، لا لاقيين حد نكلمه ولا لاقيين حد يفيدنا. شهر 4 وشهر 5 وادي شهر 6، 3 شهور. معالي المستشار مرتضى منصور، غيابك طارق معانا فراغ كبير قوي قوي قوي، وسيادتك اكيد عارف الكلام ده، ودلوقتي يعني لان سيادتك ما كنتش بتاخر علينا خالص في المرتبات ولا في اي حاجه. تعالى سيادتك بص دلوقتي على النادي وعلى المنشات اللي فيه، اللي انت عملتها بايديك ابتدت تخش في حاجات مش كويسه خالص، وابتدت فيها حاجات تبقى مش مظبوطه. يعني احنا بصراحه كل ما بنبص للنادي كده بيصعب علينا. يا معالي المستشار سيادتك كنت في وجودنا كنت بتقبضنا في خلال يوم واحد او يوم اتنين في الشهر. تخيل دلوقتي يا معالي المستشار وسيادتك عارف بقى لنا شهرين وده الثالث. يعني ما قبضناش والظروف وحشه جدا، وانت عارف سيادتك العمال والموظفين وكل اللي في نادي الزمالك كلهم وراهم التزامات وبيوت ومصاريف قبض ونور وميه وكهرباء وغاز وكده. وفي ناس برضه عليها اقساط وناس بيبقى عليها ملتزمات كتيره. طب سيادتك سيبنا ليه؟ أنا عرفت إن معالي المستشار في آخر مؤتمر عمله وقال أنا بعتذر وخلاص أنا قاعد في وسط أحفادي. طب سيادتك يعني يهون عليك تقعد في وسط أحفادك وتسيب أحفادك الكبار يعني؟ يهون عليك يا معالي المستشار، ما تعودناش من معاليك على كده يعني. سيادتك لما في أزمة كنت بتيجي تحلها لنا. لأني ولما بقول أزمة أنا ما بجاملش حد. فعلاً إحنا عندنا أزمات وفعلاً سيادتك كنت بتحل الأزمات.
لان ممكن يبقى في نادي عنده ازمه واحده بس ونادي عنده 10 ازمات. مليون في المية النادي اللي عنده 10 ازمات ده ممكن يحلها، واللي عنده ازمه واحده ممكن ما يحلهاش. هتقول لي 10 ازمات تتحل ازاي؟ اقول لك بوجود المستشار مرتضى منصور. احنا كعمال دلوقتي مش بقينا دلوقتي شهرين ما قبضناش، سياده المستشار لما بيكون موجود اللهم صل على حضرة جمال النبي يعني بيكون كل الخير معاه، خطواته كلها خير، وهو طالما ما بيجيش هنعمل ايه؟ احنا في ايدينا حاجه؟ ما مش في ايدينا حاجه، هو بيبقى موجود اللهم صل على النبي بيبقى تمام، كل واحد بياخد حقه تمام وبنقبض والحمد لله. والله حضرتك احنا اكتر ناس مستائين يعني من اللي حصل ده، ان سياده المستشار هو انسب حد نادي الزمالك لانه عارف يدير نادي الزمالك صح. في نفس الوقت لما سيادته مش متواجد احنا دلوقتي ما بنقبضش والدنيا بايظه في النادي في كل حاجه، واكيد حضرتكوا عارفين يعني الموضوع ده. والله بقول له احنا بنحبك وعايزينك ويا ريت ترجع لنا تاني. احنا بقالنا شهرين ما قبضناش وبالتالي دخلنا عليه، علينا مرتبات، علينا مسؤوليات، ورانا عيال. انا واحده من ضمن الناس، انا بربي يتامى، لا ليا معاش ولا ليا دخل ولا ليا اي حاجه خالص، معايا اطفال يتامى هترمي في الشارع بسبب ان انا عليها شهرين وبالتالي ده ايجار ما اندفعش، ده غير الميه والكهرباء وغير الديون وغير السلف اللي انا مستلفاه. يعني احنا بجد كده ما فيش حد بيتحمل اللي احنا اتحملناه، حرام اللي بيحصل في النادي ده وحرام اللي بيحصل لنا. احنا بنتبهدل، احنا بنيجي من اخر الدنيا بمواصلات، كل يوم بنتزلل على المواصلات عشان نلاقي اجره السكه عشان نيجي بيها، كل يوم بنيجي من اخر الدنيا مشاكل وخناقات عشان ندور على اجره السكه، مره ناس تعدينا ومره لا اتبهدلنا، المترو كل يوم والتاني هنا لينا، اتذلنا بجد، اتذلنا وتعبنا واتبهدلنا. يعني حرام الايجار اللي علينا ده كله هنجيبه منين؟ الميه والكهرباء دي كلها هنسددها ازاي؟ الديون اللي علينا دي هتتسدد ازاي؟ احنا فينا اللي مكفينا؟ كل واحده بتنزل من بيتها مش بتنزل من فراغ. ورجعنا لكم مره اخرى، قبل ما ارحب بضيوفي يمكن شفنا يعني طبعا مواقف إنسانية لعمال نادي الزمالك وموظفين نادي الزمالك واللي بقى لهم شهور ما قبضوش. يعني أديهم معلومة ودي على لسان رئيس مجلس إدارة النادي المستشار مرتضى منصور، بإذن الله هيكون متواجد يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله. يعني النهاردة الاثنين يعني تلات أربع خميس المستشار مرتضى هيتواجد داخل النادي وهيقبض عمال النادي والموظفين بإذن الله يوم الخميس بإذن واحد أحد. يمكن انا هزرت معاه كمان قلت له انا مش هنقبض، احنا من العمال برضو الموظفين بتوع النادي، هزر واحنا بنهزر يعني معاه. فان شاء الله باذن الله يوم الخميس كل عمال النادي موظفين النادي هيقبضوا في ظل وجود المستشار مرتضى منصور باذن واحد احد، وربنا يعني يرزق الناس جميعا باذن الله. يعني ده واجب النادي، وانتم عارفين الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك، ورغم كده المستشار مرتضى بيحاول انه يلاقي مخرج انه يقدر يقبض الناس الغلابه، الناس الشقيانه، الناس اللي تعبانه، الناس اللي عندها مسؤوليات، الناس عندها اسر، اولاد، زوجه، يعني بنات في الجامعه، بنات في المدارس، داخلين على امتحانات اخر السنه، يعني الامور المعيشيه، كل ده طبعا في ناس مش حاسه بده، لكن المستشار مرتضى منصور باذن الله يحقق يعني مطالبهم بالقبض، وده حقهم على فكره مش حاجه بنجبي عليهم بيها يعني. طيب معايا ومعاكم طبعا النقاد الرياضيين الكبار الاستاذ عبد الشافي صادق الناقد الرياضي بالاهرام الرياضي. استاذ عبد الشافي ازي حضرتك؟ ازي يا كابتن خالد، صباح الخير. صباح الفل، وسعيد دايما ان اكون موجود معاك حبيبي. استاذ عمر الايوبي الناقد الرياضي المحترم باليوم السابع. استاذ عمر ازي حضرتك؟ كابتن خالد نور. المؤرخ الزملكاوي مصطفى الفخراني واللي عامل لنا مشاكل كتيره جدا الفتره الاخيره، ازيك يا درش؟ منورنا يا كابتن. وانت مش عامل مشاكل ولا حاجه، بس الناس تحب تقعد تقول عكس كلامك، هنتكلم وهنتطرق لهذه المواضيع. نبتدي معاك يا استاذ عبد الشافي. اتفضل. مبروك قبل ما نتكلم في اي حاجه، النهارده الزمالك كان بيلعب. طبعا. مبروك الفوز، مبروك اوزوريو، طريقته، توظيفه للعيبه، كسبنا فرقه في بعدينا في المركز على طول، المركز الخامس، يعني قريبه منا جدا، الحمد لله رب العالمين. يعني في البدايه مبروك للاعبين، مبروك للجهاز الفني، مبروك للمستشار مرتضى منصور، مبروك لكل المسؤولين، مبروك للجماهير العظيمه اللي قدمت مشهد رائع النهارده في المدرجات. مشهد الزمالك رغم انه بعيد عن المنافسه لكن جمهورك وراك. صحيح. بره في الملعب وبره الملعب، جمهورك وراك، ودي عظمه جمهور نادي الزمالك. مباراه النهارده الفوز فيها فاز نادي الزمالك وحصل على الثلاث نقاط، لكن هناك حاجات كتيرة جدا تستحق نوقف عندها. واحد، عودة شخصية نادي الزمالك من يناير وحتى التعاقد مع أوسيريو اللي جه تولى المهمة في ظروف صعبة، كان فقد الشخصية. عودة شخصية نادي الزمالك، بداية عودة مدرسة الفن والهندسة. النهاردة انت بتتفرج الزمالك هو ده،
هو ده الزمالك اللي الجمهور بيحبه بالطريقه دي، طريقه اللعب. كمان عاوز اتكلم على عوده الثقه لبعض لكل اللعيبه، يعني نيمار، زيزو، جزيري، المسلوسي، عوده الثقه للعيبه وعندهم الروح. ابو الفتوح مكسب النهارده وسجل هدف عالمي تم الغائه بالعين المجرده مش بالفار، لان الفار كان معطل وده هنتوقف عندها كتير موضوع الفار. النهارده انت بتلعب وليك شخصيتك، بتهاجم، بتستحوذ على الكوره كل الوقت، انت الافضل والاحسن على مدار 60 دقيقه حتى لحظه التغييرات. لكن في المجمل انت الزمالك ادى مباراه رائعه، واحده من اجمل واروع المباريات من يناير حتى الان. في هذه المباراه في حاجات نتوقف عندها، زي اوسيريو انه اصر على تنفيذ طريقه لعبه، فهو ده دليل انه مدرب كبير، مدرب عظيم، يصر على تنفيذ افكاره رغم الاخفاق مثلا في او الهزيمه او التعادل في مباراه او اثنين. فده بيؤكد ان اوسيريو ده مكسب كبير لنادي الزمالك، راجل عنده فكر جاي ينفذه، مش جاي اكل عيش وخلاص، لا، مدرب كبير عنده افكار بينفذها. والوحيد اللي كان واثق في نجاح اوسيريو، خليني اقولها كابتن خالد، المستشار مرتضى منصور، والوحيد اللي واثق في نفسه هو اوسيريو، واثق في امكانيات اللعيبه اللي موجوده في الملعب، بدليل ان هي دي نفس اللعيبه اللي تعرضت لهزائم في 7 ماتشات، هي دي نفس اللعيبه اللي تعادلت، هي دي نفس اللعيبه اللي ابتعدت من يناير. يعني اخر يوم 2 يناير كان الزمالك هو اول الدوري. النهارده في مكاسب كتير. عايز اقول لك حاجه كمان، عوده الثقه، انا عايز اقطعك في حاجتين كمان يا جماعه بالنسبه لاوزوريو. حتى في الماتشات اللي حصل عليها جدل، اللي هي ماتش الداخليه، ايوه، الزمالك كان كسبان 1-0 وضيع ضربه جزاء زيزو، يعني هو الراجل عمل اللي عليه، عمل اللي عليه. نمره 2 ماتش المقاولين، احنا كنا كسبانين المقاولين 2-1 ورحنا ضيعنا اكتر من فرصه وانفرادات تامه بالمرمى، ثم خطا من حسام عبد المجيد تسبب في ضربه اخطاء فرديه لا يحسب عليها، تسبب في هدف، هدف في الدقيقه 94. يعني حتى الماتشات اللي احنا كنا سيئين فيها كنا نستطيع ان احنا نحصل على الثلاث نقاط. يعني دي فالنهارده اوسيريو الماتش اللي فات والماتش ده رد بقوه وبعنف على كل الذين انتقدوا اوسيريو واللي كان بيقول لك اوسيريو مش اوسيريو، ده مدرب كبير، سيره ذاتيه عاليه جدا، كمان عنده فكر في الملعب، شخصيته بدا اللعيبه يفهمه. وبعدين انت ده مدرب جاي في ظروف صعبه جدا، صعبه جدا جدا، الزمالك متعرض لضغوط، متعرض للخسائر موجوده في الدوري، حاجز على امواله، المستشار مرتضى منصور قرر الرحيل، قبل كده كان في عزل، كان في سجن، فكل الامور دي كانت صعبه على الزمالك، ظروف صعبه ماليه وظروف صعبه كل دي، لكن الراجل بيشتغل. مفيش حاجه لدرجه البعض قال لك، حد كتب يعني هروب اوسيريو، هو لسه اشتغل، ده اللي عمله النهارده واللي بيقدمه مع نادي الزمالك ولسه هيقدمه، هو رد شديد اللهجه لكل الذين انتقد اوسيريو وطريقه عمله وادائه في نادي الزمالك. مبروك لجمهور الزمالك، مبروك المستشار مرتضى منصور، مبروك مجلس اداره، فريق الزمالك رجع بشخصيته. عوده مدرسه الفن والهندسه بدات رغم ان الموسم بينتهي، لكن ان شاء الله الفترات اللي جايه اوسيريو مصمم على النجاح، مصمم على الوقوف على منصات التتويج، وان شاء الله الزمالك راجع وهيفرح جماهيره ان شاء الله. ده كان كلامي على فكره من حوالي اسبوع يا جماعه، قلت ساعتها مين احنا عشان نقيم مدير فني؟ يعني اما احنا في النهايه بنقيم بعض الناس، بنقيم كمشجعين، كلاعيبه كره سابقين، لكن من لديه الخبره؟ مين درب في كاس العالم؟ مين كسب المانيا مع المكسيك وصعد لدور ال 16 في كاس العالم؟ مين مسك فرق كبيره في المكسيك او في كولومبيا او في امريكا؟ مين كان مساعد وبدا حياته في مع مانشستر سيتي؟ كل ده احنا في مصر للاسف في بعض الاحيان بنقعد نقول لا ما عندوش فكره، كان لازم يغير، كان لازم يحط، وتلاقي نفس المدرب يعني ونفس المحلل ده مغلوب لسه 4-0، او ما مثلا فشل مع اكتر من 4-5 انديه، او ما عمره ما درب فرقه مثلا كبيره، او عمه ما خد بطوله في حياته. فانا قلت الكلام ده من اسبوع يا جماعه، فنعطي الفرصه، احنا دايما مستعجلين، ندي الفرصه، اما يكون عندي الاسلحه الكامله وانا اللي مختار اللعيبه وانا اللي عامل فتره الاعداد وانا اللي عامل الطريقه وبشربها لعيبتي في فترات الاعداد، نبتدي نقيم المدرب. لكن انا جايب مدرب في اخر الموسم بعد اخفاقات غير طبيعيه، وده اللي انا قلته، يعني الهزايم مثلا بعض التعادلات او اي حاجه، طب ما احنا كنا بنتغلب مع فيريرا والسنه اللي قبليها كنا واخدين كل حاجه، وبالتالي هي ظروف صعبه بنمر بيها. استاذ عمر، مبروك فوز الزمالك، ورايك في الاداء النهارده والنتيجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا كابتن خالد، يعني
تاكيد طبعا فوز مهم جدا للزمالك، ومبروك لجماهير الزمالك وطبعا لاداره الزمالك. والاستاذ مصطفى منصور هو بيتابع لحظه بلحظه رغم كل الاجواء اللي حواليه ديت، لكن لازم يتفق على حاجه ان هو يعني اوسيريو هو مدرب كبير لا خلاف على كده، من احدى اهم المحاضرين في امريكا اللاتينيه، وده اللي قاله طبعا محمود فايز مدرب منتخب مصر قبل كده. صحيح. بس هو الراجل لما جه اشتغل على الداتا الاول، ودي كانت مشكلته. بمعنى هو لما جه بيدرب نادي الزمالك اتقال له ان هو ده فريق، ده بطل الدوري موسمين اخر موسمين، عنده والكاس، عنده قوام مثلا تلت وتلت منتخب مصر من لاعبي نادي الزمالك والمنتخبات كلها كده. اشتغل على كده، اول ما جه ابتدى يشتغل جو بقى، بص يقول لك ايه جو اللي احنا اعتبرتها انا مغامرات او افتكاسات ساعتها في وقتها، بس هو اشتغل على اللي سمعه. لكن لما ابتدى يخش في النتائج، النتائج بتتلخبط معاه، راح ابتدى يرجع للواقع، الواقع بتاعه اللي هو بيشتغل على الطبيعه اللي هو شايفها بعينه، ودي اللي بدات النهارده من كلامه. قال لك بيرتب خط الدفاع، بيرتب خط الوسط، ابتدى اللعيبه بيجربها، ابتدى يحكم، يوظف اللعيبه في اماكن، ابتدى يعمل كده خلاص، ابتدى يفهم الامور ماشيه ازاي، ابتدى اقول لك على حاجه يدي فرص للناشئين كمان، وابتدي يقلب الارض في المواهب في الناشئين. في نفس الوقت ابتدى واضح ان هو خلاص هيحسم امره ببعض اللعيبه اللي موجوده، هيبقى شايفه هتكمل او لا الموسم الجاي، بيشتغل بالتوازي بين الموسم ده يكمل في افضل نتائج، وفي نفس الوقت ان هو بيخطط للموسم الجديد اللي هو هيبقى عنده. من وجهه نظري هتبتدي معاه من اول بطوله عربيه، واللي هتكون فيها هدف اساسي عند نادي الزمالك اللي هو الفوز باللقب اعتقد، في نفس الوقت بطوله الكاس، وانت عندك ماتش مهم مع فاركو تقريبا في اخر شهر يونيو دوت. الراجل النهارده ممكن اقول زي ما الاستاذ عبد الشافي بيقول ان هو اول مره الزمالك مع الراجل يفوز فوزين متتاليين، ماتش طلائع الجيش ثم النهارده، اللعيبه بتستعيد الثقه زي ما قلنا كده. زيزو هو انا دايما اقول ترمومتر نادي الزمالك، يشد فرقه لوحده، هو طول الموسم ما كانش في حالته، كان بيحتاج ان هو يريح، كنت اقول لك كده، لكن هو ابتدى يرجع بقوه. نفس الوقت سيف الجزيري النهارده بيحط هدفين، بيستعيد الثقه كمهاجم مهم جدا في نادي الزمالك، اعتقد ان هي يعني بدايه موفقه مع نادي الزمالك. في نفس الوقت انا شايف انها بترفع معنوياته في سكه ان احنا نقول التفاؤل لنادي الزمالك هو يرجع للمسيره بتاعته الطبيعيه بعد حاجات تانية كتير، حاجات اداريه النهارده، خطاب او طعن وزاره الشباب والرياضه على الحكم العزل ده، دي بتدي استقرار اكتر وتاكد ان المجلس مستمر برئاسه المستشار مصطفى منصور، وتدي ثقه للاعضاء وللجماهير واللعيبه والجهاز الفني وحاجات كتير جدا يعني ممكن نتكلم فيها لما حد اتحرك ليها. هو طبعا فوز مهم كمان، لان هو بياتي قبل توقف لمده 19 يوم. طبعاً. عندنا 19 يوم توقف، عندنا اربع ايام اجازه، اللعيبه لما تاخد اجازه وهي كسبانه وعامله اداء طيب ونتيجه كويسه تروح تاخد الاجازه ويحصلها نوع من الاشتياق مره اخرى، وترجع بقى هيبقى قدامها تقريبا 15 يوم اسبوعين استعدادا لمباراه فاركو، وهي مباراه خروج المغلوب، وبالتالي هي مباراه صعبه جدا امام فاركو اللي كان برضو كسبنا بنتيجه تقيله على ما اعتقد، كانت نتيجه 3-0 صح؟ فاركو كسبنا في احدى المباريات صح؟ بنتيجه 3-0. مصطفى الفخراني، والله مبدئيا كده المدرب معطيات، انا ممكن اشوف لاعب جنب مين يظهر، يعني رؤى ما ظهرتش اخطائه لما كان موجود امام عاشور وزيزو. بدات تظهر اخطائه لما حملنا المسؤوليه عليه لوحده بعد ما مشي امام عاشور. فانا لو شفت رؤى مين اللي فاضل وشفت له ماتشات اقول ده كان كويس جدا، لا السنه دي في ميس باس وفي حاجات، فيبتدي هو ما شافش نبيل عماد دونجا كان بادئ مش كويس. بادئ مش كويس، هو دلوقتي مثلا زيزو فاق ليه؟ زيزو على فكره مستواه ما نزلش. زيزو افتقد لناس في وسط الملعب. لما نضاي بدا يفوق ويعمل تبادل مراكز بدا اللعيبه تروح على زيزو. الاول ايه؟ انا زيزو لوحدي ثلاثه ماسكينه خلاص بره. لكن زيزو لما بدات الفرق المنافسه تبدل عليه هو ونضاي مع فوقان نضاي بدا يظهر. انا بشوف ان زيزو لا بيهمل في تمرين ولا بيأثر في اي حاجه، والدليل على كده في ظل تذبذب مستواه بيطلع عامل 2 اسيست. يعني ده مستواه متذبذب، اعلى اسيستات في الدوري. طب يبقى الموضوع مش زيزو. زيزو اذا كان ترمومتر لازم يبقى فيه قوام للفرق. الحمد لله النادي الزمالك انا مبسوط جدا لو نجحت طريقه 3-3-3-1 دي، يبقى النادي الزمالك برضو اول واحد زي ما فنجاده دخل 4-4-2 كان النادي الزمالك بيطبقها وانت حضرتها طبعا. واول ما جه اسمه ايه دوت باتشيكو في الاول في الدوري اللي احنا خدناه عمل 4-3-3. 4-3-3 دي كانت اول، وفريرا كمل عليها و 4-2-3-1 مع فريرا وعمل 3-4-3 على السنه اللي فاتت خد بيها الدوري. يعني فريرا خد الدوري ب 3-4-3 اللي هي كانت بتاعت كونتي
مع تشيلسي اول ما فالطرق ديت محتاجه استيعاب ومرونه ودكه. صحيح. عشان لا انا لما انت بتقول لي من شويه بره الهواء بتقول لي فتوح والمسلوسي بيقدروا يستلموا الكوره ويروحوا بيها. صحيح. عكس لما اتنين ما بيقدروش يبنوا هجمه. صح. فوجود شاب صغير لسه في امل في سكر بس مش هيقدر يدي زي فتوح بخبرات الدوليه. شكل الزمالك اللي اتعادل ده بسبب وجود فتوح. صحيح. انا عايز اقول لك حاجه، انا اول مره اشوف يا جماعه وانا بوجه كلامي هو للكاميرا الفتوح. فتوح الماتشين اللي فات بيلعب بنفس. شرط الكابتن فعلا فتوح تحس انه قائد في الملعب. فعلا. النهارده في لقطه من اللقطات شرط الكابتن لقى في خطوره راح لمستر اوزوريو وبيقول له واحد واثنين وثلاثه في الملعب. لا بتحس ان هو متحمل مسؤوليه بيلعب بنفس. هو ليه مهم اصلا؟ اه لا بيلعب بنفس وحاسس انا بقى كلاعب كوره حاسسها عمر فايق. لا مبسوط في المكان ده. اه تمام. انت عارف في لعيب ممكن يكون في مكان مش بتاعه فبيلعب غصب عنه. فيبقى كده ايه ما بيأديش اعلى ما عنده ما بيأديش ولا بيموت نفسه وهتلاقيه لا تحس ان هو فرحان بالمكان ده وحاسس ان المكان ده هيضيف له. وبالتالي هو بيلعب بنفس قوي في المكان ده. عندي تعليق على صورتك. صورتك اللي بتنزلها بعد ما الزمالك بيكسب. آه والناس بتقول عليها صوره مستفز. احنا بنلعب على المركز الثالث. المركز الثالث ده مهم جدا. زي في ناس خدت مركز ثالث السنه اللي فاتت، ما احنا عايزين نبقى زي الناس ديت. بس اللي خدوا مركز ثالث راحوا دوري الابطال. ماشي بس احنا بنلعب على بس المركز بس راحوا دوري الابطال لسه معلش بس احنا ما لعبناش دوري الابطال بقرار مش نتيجه. مش باداء يعني. يعني ان احنا نلعب على المركز الثالث ده مش وحش يعني. انتوا في ناس واصله فاينل افريقيا كانت مركز ثالث مش حاجه وحشه يعني. صحيح. فاحنا بنجتهد في ظل الظروف دي كلها ما حصلش اي مشاكل او تصدير اي مشاكل او ايقافات او عزل او اي حاجه. على الجانب الاخر احنا بنحاول في ظل الظروف ديت ونقص العددي واللعيبه اللي بتمشي والصليبي ان احنا ناخد المركز الثالث. فمش عيب ان انت تتبسط لفريقك ايا كان. صحيح. بس صحيح. تعال نطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا او نبتدي بقى اسئلتنا وكلامنا مع الاستاذ عبد الشافي واستاذ عمر واستاذ مصطفى الفخراني بعد الفاصل. والله الفتره الانتقاليه اللي مشك فيها معالي المستشار مرتضى منصور عمل يعني ايه نادي الزمالك. احنا مش بنقول كده مجامله ولا الكلام ده كله. اتفرج على النادي من كام قبل ما يمسكه معالي المستشار مرتضى منصور كان نادي ما يعتبرش نادي. هو عمل يعني ايه نادي الزمالك كلام مظبوط. واذا كان هو مثلا كل الناس بتحقد عليه والكلام ده كله على الاقل فتح بيوت كتير قوي 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 وكان بيدفع ويدفع لهم من جيبه والكلام ده كله. العمال النهارده تلاقيهم ان هم عندهم حاله كبت بعدم وجود معالي المستشار مرتضى منصور. تعضوا في النادي شايف ايه رايك في عزل المستشار مرتضى؟ والله عزل معالي المستشار مرتضى منصور اديك شايف النادي شكله ايه. وبعدين معالي المستشار مرتضى منصور مش النادي بس اللي خسره، مصر كلها خسرته. طب ايه الصعوبات اللي بتواجهك في ظل غيابه؟ والله الصعوبات دي كتير قوي. اولا قله الخدمه في النادي. النادي ما فيهوش انضباط زي معالي المستشار لما كان موجود. تحس انه في هرج ومرج. وجوده يعني هو كراجل يعتبر راجل مثقف وراجل عارف مش راجل فاهم. راجل ما شاء الله عليه عارف كل حاجة وفاهم كل حاجة وعنده قدوة ازاي يقدر يدير نادي زي نادي الزمالك ده بره مصر وجوه مصر. وجه له كلمة تقول له والله يا معالي المستشار هنقول لك احنا من غيرك ولا حاجة. احنا من غيرك ولا حاجة. انا مش بقول لك كده مجاملة ولا الكلام ده كله. احنا خسرنا حاجة اسمها معالي المستشار مرتضى منصور. بصراحة يعني النادي اتدهور جدا أول ما مرتضى منصور مشي. وبإذن الله مرتضى منصور يرجع بالسلامة علشان يعني وهو في وجوده كان نادي الزمالك ليه قيمه والالعاب كان ليها قيمه وكل حاجه كان ليها. دلوقتي بص نادي الزمالك وبص البسينات عامله ازاي. ترع مش بسينات دي. والصراحه الجنينات مش نظيفه وكل حاجه اتدهورت من مش بوجوده. احنا عايزينه يرجع تاني يقف في مصلحه نادي الزمالك. كان بيقول الحق وقت ما هو كان موجود. دلوقتي مين يقول الحق ومين يعترض ومين احنا عايزينه جنبنا علشان يحمي نادي الزمالك وينقذ الدهوره اللي احنا فيها دي. لما الراجل ده بامانه انا عضو في النادي بقالي اكتر من 30 سنه. الراجل ده اللي جايب حق النادي. الراجل ده اللي ظبط النادي. عمر ما النادي كان كده في يوم من الايام. بوجود المستشار مرتضى منصور النادي بقى ليه كيان بقى مظبوط بقى صح. النهارده انا جاي النادي حاسس ان النادي فيه كآبه حقيقي.
حقيقي بجد حاسس ان النادي فيه كآبه النهارده، داخل النادي نادي مش عاجبني، النادي مش مظبوط. النهارده برضه بمناسبه الحجز والكلام دوت والفلوس اللي هي ناقصه اللي هي على ارصده النادي ديت، خراب للموظفين. يعني انا النهارده الموظفين دول مش بياكلوا وبيشربوا، عندهم التزامات، هيصرفوا على بيوتهم ازاي؟ النهارده انا كنت بكلم واحده من الموظفين النهارده بتعيط. طب ده يرضي ربنا، موظفه عندها بيت وعيال، تصرف منين؟ بقى لها شهرين ما قبضتش، هتعيش ازاي؟ هتصرف منين؟ علشان كده الموظفين يمشوا والنادي يخرب اكتر؟ ده كلام؟ بصراحه يعني انا مش عارفه اتكلم اقول ايه. النادي ليه اعداء كتير، وبالتالي اللي عايزين يحصل عمليه تدهور للنادي عشان يضيعوا اسم نادي الزمالك، مش عشان المستشار، لا، هم بيحاربوا النادي ككل، سواء المستشار موجود او مش موجود هم بيحاربوا اسم النادي. فبجانب وجود المستشار بصراحه كان بيخلي النادي جميل جدا، وعيالنا، انا بنتي من ذوي الاحتياجات، كان ده العصر الذهبي لبنتي في عصر المستشار مرتضى. فعدم وجوده النادي شبه مهجور. والله الواحد حزين جدا على اللي بيحصل في النادي واللي شايفه، يعني بصراحة يعني حاجة تحزن وحاجة تضايق، ومش عارفة النادي ده ليه بالذات اللي بيحصل فيه كده. النوادي كلها ما بنسمعش عن أي نادي أي مشاكل غير نادي الزمالك، فالواحد مش عارف يعني بصراحة يقول إيه، غير إن ربنا يا رب كده يشيل اللي بيحصل ده كده على خير، يا رب يا رب. بتمنى يعني. اللي مزعلني اكتر الموظفين اللي ما خدوش رواتبهم 3 شهور، لسه كنت واقفه مع دادا دلوقتي، يعني حاجه تحزن. حرام حرام ان دادا زي دي ما تاخدش مرتبها. ليه ايه السبب يعني انها ما تاخدش مرتبها؟ النادي في عدم وجود المستشار مرتضى متغير، ايه الصعوبات اللي بتواجهك؟ هو النادي انا شايفه النادي 180 درجه مش كويس خالص. طب احنا عايزين نعرف لو ممدوح عباس ليه فلوس عند النادي يطلع ويقول الكلام ده ويبين مستنداته. مستشار مرتضى بيطلع بيبين مستنداته ويقول ان هو خد فلوسه. انا بتمنى انه يطلع يتكلم ويقول لا انا ما خدتش فلوسي ويكون واضح. والله هو رئيس النادي، هو ما فيش حاجه اسمها عزل مستشار الناس منتخباه، هو دلوقتي مستشار منتخب ورئيس نادي منتخب، ازاي يعزلوه؟ لو في حاجه يبينوها لازم يقولوا الغلط. احنا بقى لنا حجز على نادي الزمالك مده قد ايه؟ كيف الارصده المحجوزه كل ده؟ الراجل ما خدش فلوسه، لو هو ليه فلوس فعلا عند نادي الزمالك، وما في تعتيم، ما بيطلعش مستندات كده ويقول انا ليا فلوس كذا خدت كذا وبقي لي كذا، ما فيش الكلام ده. في حجز على ارصده نادي الزمالك ونادي الزمالك بس. لكن ممدوح عباس انا كنت عضوه في النادي مده طويله جدا، هو رئيس النادي، انا عمري ما شفته وعمري ما شفت له بصمه في النادي. انا شاكه ان الراجل ده زملكاوي اصلا، الراجل ده ضد نادي الزمالك في كل حاجه. ما فيش حد بيبقى مع نادي ويحجز عليه ويخلي الناس، يعني انا مش قادره اقول لك، انا الناس اللي عاملين كلهم بيصعبوا عليا. شفته بيعدل في حاجات كتيره، بيصلح سلبيات كتيره، بس انا من خلال معرفتي بالمستشار مرتضى، لا بصراحه هو انسان كويس جدا فعلا. في سلب النادي مأثر؟ اه طبعا مأثر، النادي اتغير كتير، النادي كان احسن من كده كتير جدا. انا بقى لي كام شهر هنا، لا طبعا النادي اتبهدل قوي، لا ان شاء الله باذن الله يرجع المكان بيه احسن كتير. ورجعنا لكم مره اخرى مع الصحفيين المحترمين، ونروح مره اخرى للاستاذ عبد الشافي صادق. عايز تتكلم في ايه؟ في حاجات كتيرة هنتكلم فيها. هنتكلم على ملف الزواج في الاتحاد الدولي. يلا بينا. استلام الاتحاد الدولي لكرة القدم اعلانه استلام ملف نادي الزمالك لتقدم للفيفا، ده رد على كل المشككين ورد قوي. وعاوز اقول لك كابتن خالد ان ملف الزمالك لتقدم الاتحاد الدولي هيغير الصورة والشكل الموجود في الدوري المصري، وهيكون هيسترد حق الزمالك، بس هيكون لصالح الكره المصريه، عشان كل واحد يعرف دوره. واحنا عايزين دوري محترفين، عايزين دوري زي الدوري السعودي اللي دلوقتي كل نجوم العالم، بنزيما رايح وميسي رايح وكريستيانو رونالدو هناك، دوري قوي يبقى مصنف من المصنفات الموجوده في العالم. فالملف ده هيغير مسار الكره المصريه، لكن هيسترد حقوق نادي الزمالك، خاصه وان كمان في خطاب بعته محامي الزمالك لاتحاد كره القدم دقيق جدا. محامي الايطالي؟ المحامي الايطالي. بيطلب فيه
ابعتوا لنا حيثيات عدم تنفيذ قرارات لجنه الانضباط من جانب لجنه الاستئناف. بس. حلو قوي. تفتكر اتحاد الكره هيرد؟ ما هو لازم يرد. لان ده الخطاب جاي من الاتحاد الدولي. ايه الحيثيات؟ هيقولوا رفعنا قضيه وكنا مستنيين الحكم فعطلنا التنفيذ. هم حرين. في هتحصل فيه عقوبات قاسيه. عشان كده بقول لك هتغير مسار ملف الزمالك، هيغير مسار الكره المصريه للافضل على فكره. للي هو بيدور عليه ال 18 نادي. بيدوروا على العداله والنزاهه والمساواه وتكافؤ الفرص. تصدق بالله؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. لو الزمالك وتوجهه للفيفا مع المستوى المتضاد اللي كتير شككوا ان الزمالك هيتوجه للفيفا. لو الزمالك توجه للفيفا وخد قرار هيبقى قرار تاريخي. لانه هيبقى انتصار على اتحاد الكره وقراراته المايعه وقراراته الغير عادله. ها؟ وكانك لن تستطيع ان انت تعدل الحال المايل الا عن طريق الاتحاد الدولي ومحكمه الكاس الرياضيه الدوليه. كابتن خالد ما خدش حقه. كابتن خالد في فتح عيون الانديه على انها تاخد جزء. كابتن خالد اسالك سؤال. منذ ان اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم استلام ملف الزمالك، هل سمعت حد طلع من اتحاد كره القدم اتكلم؟ حد علق؟ لان هم عارفين انه اخطاوا في حق نادي الزمالك. ده ملف الزمالك هو هيرجع المساواه والعداله وتكافؤ الفرص. لان كتير قوي تعرض الزمالك للظلم. عاوز انت قبل كده كان عندك ملف كهرباء، انت خدت حقك من الاتحاد الدولي، خدت حقك من المحكمه الرياضيه. فهيبقى انتصار للكره المصريه وانتصار لنادي الزمالك. ملف يشكر عليه المستشار مرتضى منصور اللي يقدم فيه كل التفاصيل، تفاصيل مهمه جدا. مش عاوز نقول كل الاسرار عشان ما حدش يعرفها، وده مطلوب. السريه في العمل، السريه في العمل مطلوبه. تتكلم على المحامي الايطالي بعته يعني بشكل مؤدب جدا، انا عايز حيثيات لان ده هيدعم موقف الزمالك. وهتكون العقوبات قد تصل لوقف القيد، قد تصل توجيه لوم وعقوبات ضد اتحاد الكوره، عقوبات كتيره. لكن ملف الزمالك قوي زي ما قلت، يشكر عليه المستشار مرتضى منصور. فالاتحاد الدولي ما بيهزرش، ولازم الجميع يعرفوا ان الاتحاد الدولي بيتعامل مع الاتحادات الاهليه ان تحت مظلته ودستوره يحترم في كل الدول. لجان الانضباط، لجان الاستئناف، لازم تطبق مواثيق الدوليه ودستور الفيفا. ما فيش حد اصل انا هجامل النادي الفلاني واقول استنى الحكم. انت عارف استنى الحكم يعني ايه يا كابتن خالد؟ يعني تدخل طرف ثالث في كره القدم. ده القضيه اتاجلت ل 25/6 25/6 اللي هم قدموا طلب، قال لك احنا سحبنا الخصومه. الاتحاد الدولي ما اعترفش بحكايه سحبنا الخصومه دي. ده سحبنا الخصومه ده دليل ادانه من الاتحاد الدولي. صحيح. لان الاتحاد الدولي ادالك انت خلاص، اصل انت الفعل اتعمل خلاص. ما هي جريمه حصلت. الجريمه اتحققت خلاص. الجريمه حصلت. فالاتحاد الدولي قال لك دستوره، قدامك لجنه انضباط، قدامك لجنه استئناف، ما ادكش حق تعالي انا في الاتحاد الدولي اجيب لك حقك. مع الاتحاد الدولي روح لمحكمه الكاس. اذا هو حدد مسار التقاضي في كره القدم غير المسار اللي تعاملوا معاه لجنه الاستئناف او لجنه التظلمات بالطريقه اللي انا شايفها عبثيه. خد بالك لجنه الاستئناف من المفترض ان هيتم حلها فورا علشان في تعارض مصالح. لا ازاي انا كلجنه استئناف انا اللي بطبق شيء ضد قرارات الاتحاد الدولي؟ ما هو ده عشان كده الاتحاد الدولي هياخد عقوبات. عقوبات شديده القسوه. لو كان في جمله في الجمله يا استاذ عبد الشافي، جمله في البيان اللي هو الخصومه ديت، يعني النادي الاهلي لما نزل قال لك بعد حققنا اهدافنا. بعد حققنا ايه حققنا اهدافنا؟ ده دليل الجريمه. بين قوسين دليل الجريمه كهربا لعب. بين قوسين يعني كهربا لعب بالظبط، وده دليل الجريمه. فعشان كده انتظروا عقوبات قاسيه ضد اللي تسببوا في المجاملات اللي حصلت والاحتواء اللي حصل في الكره المصريه. وهيبقى انتصار نادي الزمالك زي ما نادي الزمالك هو مؤسس الرياضه في مصر وله دور في كره القدم اللي عمل كاس مصر. انت عارف طبعا جهينه والدوري محمود بدر الدين واللعبات الثانيه كلها. فالزمالك ليه دور ان شاء الله في اعاده المساواه وتكافؤ الفرص والعداله والنزاهه في الكره المصريه. تمام. بص كابتن خالد، بالنسبه لملف شكوى الزمالك للفيفا، اكثر حد هيتضرر منها يعني فاهم هو اتحاد الكوره، لان اتحاد الكوره هيخش في مشاكل كبيره جدا. اول حاجه يعني واعتقد النادي الاهلي، النادي الاهلي هيتعاقب. لا انا بتكلم في الكبير، لان هو هيبقى متهم الاول، لان هو اللي بينفذ. هو المتهم الاول، هيبقى متهم الاول ان هو ما عندوش عداله، بينحاز لانديه ضد الاخرى. دي العناوين لازم تبقى. انت ما بيطبقش القوانين اللي حددها الاتحاد الدولي، خاصه ان انت اول مجلس بعد التطوير اللي حصل في لوائح
الاتحاد المصري خلال اللجنه كانت بتدير برئاسه استاذ عمرو الجنايني لو انت فاكر، كانت عملت اعاده صياغه لائحه اتحاد الكره كلها. صحيح. منها تعديلات في المناطق، تشكيل المناطق، تعديلات في شكل مجلس الاداره، المدد، الجمعيه العموميه لعددها، كل الكلام دوت. دي كده هترجعوا تاني لقصه تانيه، ممكن يوصل لحل مجلس اداره اتحاد الكوره وترجع تاني للجنه، فاهم؟ وتبتدي بقى تعيد الصياغه، هتبقى تحت كل ظبط كل الضغط والتركيز كله على اتحاد الكوره الحالي، وخاصه هو خلاص هو ده دخل نفسه في دايره كتير جدا، سواء من اول ملف التحكيم، ملف القضايا التقاضي، في انديه كتير عليها عندها مشاكل مستحقات اللعيبه او العكس، كل دي ما بتتحلش، كل شويه بتشوف انت القضايا في المحكمه الدوليه والفيفا بين اللعيبه بتشتكي ومدربين بتشتكي، بتحط لوائح بيتم التحايل عليها، مثلا منها لو انت فاكر البند اللي هو بتاع المدرب ما يشتغلش في ناديين في موسم واحد. حصلت واقعه لو انت فاكر ايهاب جلال لما جيت تاخد الاسماعيلي خده، وفي قرار يطلع الانديه بتجامل بعضها اللي يطلع بدل ما يبقى هو اقاله، بدل ما يبقى هو مثلا مشي يبقى دي اقاله، وهكذا انت بتلعب في اللوائح اللي انت حاططها وقدامك وبتطنش. ودي اول حاجه يعني واقع الكهرباء او واقع ثانيه كلها بتبين لك اتحاد الكوره عنده مشاكل كتير جدا جدا. الشكوى دي اعتقد هتكون قاسمه وحاسمه في مسيره اتحاد الكوره. والله يعني بس الجمله اللي بنتوقف عندها كلمه اتحاد الكوره مش هيرد وما ردش ولجنه الانضباط ساكتين، وهل الزمالك سلك طريق غير قانوني؟ ده راح للفيفا عادي، ده المفروض ده يبقى نهج طبيعي. طبعا احنا برضو كمان حاجه جديده علينا، ايه ده هو الزمالك راح للفيفا؟ اول مره تحصل، مع ان ده الطبيعي في كل الانديه في كل حاجه، فحضراتكم كفيتوا ووفيتوا في النقطه دهيت. لا بس انا عايز اقول حاجه. قول. انا دلوقتي كاتحاد كوره انا جامد، اتحاد كوره انا اللي بدير، صح. فما يجي محامي او اتحاد دولي يبعت لي يقول له انتوا عملتوا ايه في موضوع الحيثيات وموضوع الاهلي وكده، فانا جامد بقى. طبعا انا راجل فاهم كل حاجه، فقول له احنا وقفنا كهرباء عشان الاهلي اتجه للمحاكم المدنيه، وقفنا العقوبه، هو جامد بقى، ده طرف ثالث. ولجنه الاستئناف بقى كمان المستشار الكبير الجليل عادل الشرباجي بقى يقول والله انا ما رضيتش اخد حكم بتاع لجنه الانضباط عشان الاهلي ودى المحكمه المدنيه. المفروض بقى انتوا جامدين بقى، المفروض بقى انتوا بقى تتحملوا بقى مسؤولياتكم بقى، مش انتوا جامدين واتخذتوا قرار وفاكرين ان الزمالك هياخد على قفاه ومش هيروح للاتحاد الدولي. فما يروح للاتحاد الدولي هتبتدوا بقى ايه في ايه، يا نهار اسود هنكشف، دي مصيبه يعني، ده احنا كده اتعرينا، يا نهار ابيض ده الزمالك عملها بجد يعني، ولا انتوا واخدين قرارات صح؟ اتفضل يا استاذ مصطفى. فبس هي النقطه اللي احنا بنتكلم، يا ريت ده هيفتح باب ويبقى نهج اي خطا من اتحاد الكوره باذن الله، هتبقى الانديه الثانيه فتحت عينيها ان هي تلجا وتسلك الطرق الشرعيه لاستعاده حقوقها. تاني حاجه ما حدش يخاف برضه يعني الكره المصريه شماع بقى، الكره المصريه في امان، هاني بوريده موجود، مش ما لهاش دعوه بالكره المصريه. اللي هو مش هتوقف اخطاء وافراد، ما فيش حد يقول الكلام ده، اخطاء من الموظفين او بتاع ده، دول لا بس يكون في عقوبات على الانديه، يكون في عقوبات على اللجان، وفي عقوبات على اتحاد الكوره، اتحاد الكوره وتستقيل، وفي حل اتحاد الكوره، او اي عقوبات، لكن ما فيش ايقاف للنشاط ولا حاجه، ما فيش حاجه، في عقوبات على النادي الاهلي، صحيح اكيد هو اللي اتجه للمحاكم المدنيه. ما علقناش بس على الفيديو عشان برضو ال 3000 عامل، خلينا نتخيل ان ده مصنع عملاق، في 3000 عامل وموظف، صحيح، مصنع اسمنت، مصنع غزل ونسيج، مصنع حديد وصلب، المصانع الوطنيه العملاقه، تخيل في 3000 موظف وعامل بقالهم شهرين ما بيقعدوش، كانت المفروض الدنيا تقلب. مش عارف برضو حته ان الزمالك برضو مؤسسه وطنيه، يعني المفروض ما نصبرش اكتر من كده على ناس اكتر من تقريبا داخله في 15 ل 20000 اسره حسب عدد، لان كل فرد بيصرف على اسره. اتمنى ان المواقف دي كمان يتحط لها يعني بنود، يعني تمنع تو افويد انه يحصل تاني، يعني صحيح. تحط لها قوانين ولوائح ان دي على الاقل يبقى فيه هامش للموظفين، مش هنقول لعيبه الكره اللي بتاخد بالملايين او اعلاميين او قناه، احنا بنتكلم على الموظفين والعمال يكونوا ليهم اولويه كمؤسسه وطنيه، ليهم على الاقل هامش او قرض حسن لغايه ما تتحل المشكله، يبقى فيه اي حلول من وزاره الشباب والرياضه في المساله دي. بس. تمام تمام. طب مصطفى عايز ارجع لك تاني بقى ونروح لقضيه الانديه، المدربين، المدربين وقضيه الرعايه، عشان في ناس اتريقت عليك في موضوع الرعايه ده. لا ده كانت مناوشات ما بين باشمهندس سعد القيع
وفنان هشام اسماعيل. دي تعليق بس، قال له انت فنان عايز... طبعا هشام اسماعيل فنان جميل وعظيم وزملكاوي. تمام، اتقال له ايه بقى؟ هو اتقال له انت عايز يعني مثلا انت عايز تاخد زي عادل امام. فهو ده تصنيف مش في محله، مش عايزين نتكلم عن الرأي، احنا بنتكلم على موقف لطيف ما بين ممثل والباشمهندس عادل القيضي. دايما اي تعليق بيبقى ايه له بالمرصاد. يعني هو مين قال ان الزمالك مع احترامنا لا السن ولا التاريخ بتاع عادل امام يتفق مع، ليه ما تقولش سمير غانم وعادل امام؟ ليه ما تقولش احمد زكي وعادل امام؟ صحيح. ليه بتقول له انت بتقارن نفسك بعادل امام؟ هل الزمالك لسه نادي ناشئ يعتبر ده فنان واعد؟ ما تقارنوش بعادل امام اللي بقاله 50 سنه في القمه. صحيح. ممكن تقارنه بسمير غانم، عادل امام، سعيد صالح، احمد زكي، نور الشريف. قارن قمه بقمه، نادي الزمالك نادي قمه، واللقاء مع الاهلي بيبقى لقاء قمه، والتنافسيه موجوده والزمالك حامل اللقب، فما ينفعش تقول له انت هتقارن نفسك. واحنا قلنا برضه في الحلقه اللي فاتت انا مش عايز اخد زي الاهلي حاشا لله او اكتر منه، انا عايز اضمن دايما ان انا ما بعتش ال 400% و300 ما بعتش كتير قوي من الفنان الجميل هشام اسماعيل. طبعا لا يقلل، انا بقول له هو واعي، لكن ما ينفعش اجيب واحد عنده مثلا 40 سنه واقارنه بواحد عنده حاجه و80 سنه. وما ينفعش اجيب واحد بطل الابطال والممثل الاول في الوطن العربي عادل امام وقارنه بهشام اسماعيل وهو هشام. طبعا مقارنه ظالمه، مقارنه ظالمه، ممكن يبقى عادل امام بعد كده بس مقارنه ظالمه دلوقتي. دي قصه بس انا قصدي ايه؟ يعني زي ما انت قلت ممكن في مثلا بيبقى جنات السينما مثلا، طب محمود ياسين بياخد كام؟ طب محمود عبد العزيز بياخد كام؟ طب يحيى الفخراني بياخد كام؟ طب احمد زكي بياخد كام؟ طب عادل امام بياخد كام؟ لكن لما تيجي المستشار عادل القيعي كانه مثلا عايز يوري للناس انت هتجيب نفسك لعادل امام، يعني فاهم قصدي؟ انت عايز تاخد زي عادل امام يعني 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 انت شايف ان الزمالك لسه ملوش قيمه مثلا، لسه واعد؟ لا لسه واعد زي الفنان هشام اسماعيل، لسه هو يعتبر نجم واعد. ملوش تاريخ، فانت الزمالك ملوش تاريخ. تاني حاجه برضو الايام دول. يعني حفلات ويجز دلوقتي تخطط عمرو دياب، فانت انا الزمالك السنه دي بطل الدوري، السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، فلازم تديني حافز يقربني في المنافسه. طب عايز اقول لك حاجه، في المانيا مثلا دلوقتي انتوا عارفين، انتوا اتفرجنا على الماتش الاخير كان دراما. بروسيا دورتموند كان الاقرب للدوري في الثواني الاخيره، بايرن ميونخ خد البطوله، واعتقد دي البطوله ال 12 على التوالي. لا صحيح، حاجه زي كده 11 يعني. من 2010 او 2000 دوري 11 من 2012 ل 2023 يعني 11 بطوله على التوالي. على التوالي يعني 11 بطوله بالتسيد. غير مثلا الزمالك 2014 2015 وبعد كده قعد 5 سنين وبعد كده راجع خد البطوله سنتين ورا بعض ولسه لغايه دلوقتي لم يتم تحديد البطل. بتاع المانيا دايما هو ده مثال بايرن ميونخ، بيبقى ان هو حتى برضه بايرن ميونخ ليه مقدرات، يمكن ده كان معترض عليها بروسيا. ان ليه هامش من مصانع اقليم بافاريا كله عاشق طبعا بافاريا اللي هي عربيات يعني. هو اقليم مسمينه كده اقليم، كل الناس في ميونخ المصانع بتطلع من الريع بتاع البايرن، عاشقين لبايرن طبعا. وده كان اعتراض بروسيا، انا مدينه مش صناعيه في اصلا في بروسيا زي هناك زي ميونخ. ولكن لما جبنا الرعايه مثلا في ما بين شالكا وبايرن، لقينا بايرن بياخد 35 مليون بعيدا عن البث والتيشيرت والحاجات الثانيه، بس بالكلمه الرعايه بس. 35 مليون يورو. وشالكا 24 وبروسيا 20 وفلفسبورج 20، يعني فرق الفروقات من 20 ل 30% رغم الاتساع. 25% زياده بس. انا ده يعني مثلا لو حد بياخد 100 اللي بعديه ياخد 75، حافز لبطل الدوري مش مجرد مكافاه. يعني نقرب شويه لما يكون الزمالك بطل الدوري يديني مساحه ان انا اقدر انافس، ما تبقاش الارقام متفاوته كده بس. تمام، اتفضل. العداله وتكافؤ الفرص دي مطلوبه حتى في كل شيء، في المال وفي كله. بس اسمح لي ارد على المهندس عبد القيعي، المهندس الزراعه عبد القيعي، في دخل تشبيه هشام اسماعيل الفنان الجميل والرائع اللي بتفرج عليه دايما، والفنان البطل الابطال عادل امام. بيفكرني بالظبط مقارنه اللي بيقولها، مقارنه زيه زي المقارنه بالساعه البولوجيه بين جنوب افريقيا والقاهره. وهي اصلا ما فيش ساعه بيولوجيه. مفيش علاقه. مفيش علاقه. لان التوقيت في جوهانسبرج هو نفس التوقيت في القاهره. فهو بيفكرني بالمقارنات اللي دايما يطلع بحاجات يقولها اشبه بالساعه البيولوجيه. فلازم نقفل الموضوع ده، وبعدين مش هنتوقف يعني هل هو مش عارف يعني ايه شاب ناشئ او نجم صاعد قدام بطل كبير عملاق اسمه الفنان عادل امام؟ ما ينفعش نقارن. ما ينفعش. ممكن زي مثلا زي بيراميدز والاهلي، معقوله مثلا؟ فهو مقارنته يعني لو قلت بيراميدز واعد بمقارنه الساعه البيولوجيه بين القاهره والاهلي، بيراميدز واعد مصطفى قال. طب ما في ويجز بياخد ارقام دلوقتي. في على فكره محمد رمضان ارقام عاليه جدا دلوقتي، لان هو اللي ترند. بالظبط. واحنا فكره الترند يعني بطل
يعني معلش مثلا جعفر العمده ده نجحت السنه دي. نجحت السنه. طب ما الزمالك السنه اللي فاتت واللي قبليها برضه الدوري. لو هو بالنجاح يا كابتن خالد الزمالك هو ما زال هو حامل اللقب. حتى الان اللقب لم يحسم. فالزمالك حتى هذه اللحظه هو حامل لقب بطوله الدوري. سنتين متتاليتين. سنتين متتاليتين. فالعداله لازم تبقى مطلوبه. وعشان تبقى العداله المطلوبه يبقى لازم فيك تكافؤ فرص في كل حاجه. يعني تكافؤ فرص انك انت تروح تلعب على الملاعب اللي بيلعب عليها. ما ينفعش انا العب في اسماعيليه وانت بتلعبش. ما ينفعش انا العب في المحله وانت بتلعبش. ما ينفعش انا العب في بورسعيد وانت بتلعبش. ما ينفعش امام عاشور يتوقف وكهربا لا. وما ينفعش امام عاشور يتوقف 12 مباراه وكهربا لا. وشيكابالا اسطوره الكره المصريه يتوقف وكهربا لا. ده ما فيش عداله. فانت لما تتكلم على العداله يبقى تتكلم على العداله في كله. العداله في تكافؤ الفرص في الماتشات. فريق بيتاجل له 7 ماتشات ورئيس لجنه المسابقات بيطلع يقول لك اي ماتشات يطلبها هناجلها. وعندما كان الزمالك بيلعب نهائي الكونفدراليه قال له هتلعب ماتش الداخليه وتلعب ماتش كذا وكذا وكذا فكرة. ومش هناجل لك. احنا مره كنا 16 على رئيس لجنه المسابقات 16 رحنا النصر للتعدين في اسيوط بعد 3 ايام. فاكر النصر للتعدين؟ النصر للتعدين قلنا نبدل بس اللقاء عشان احنا مسافرين وبتاع. رفضوا. لكن الراجل يعني رئيس لجنه المسابقات هو بيأجل قبل النادي الاهلي ما يطلب. الرئيس لجنه المسابقات نقل مباراه بيراميدز والنادي الاهلي من استاد السلام لاستاد القاهره دون علم بيراميدز. صحيح. دي تكافؤ فرص؟ دي عداله؟ عشان الاهلي ما كانش بيتفائل بالسلام. بقى مش متفائل. على السلام فما تفائلش. بدون علم بيراميدز. كولر قال لهم عايزين نلعب في الاستاد. على فكره ملعب بيتر سبورت كان فهل دي تكافؤ فرص؟ انت بتدور على تكافؤ فرص والعداله والمساواه سنه فخراني. حاضر. في كل حاجه حتى في التحكيم. التحكيم هناك احتواء. اتكلم على الفار يا اخي. الفار بيتعطل عندما يكون هناك خطا ضد النادي الاهلي. لكن النهارده الفار تعطل عشان الزمالك ما اعرفش الحكم يمين عمر كان عايز ايه. على فكره يمين عمر ده سبب ايقاف ساسي 6 ماتشات لو انت فاكر جاء له مباراه ساسي. بس ساسي كان غلطان. ماشي. بس انا عايز اقول لك حاجه. حسين الشحات من ماتشين جاب جون اوفسايد سيراميكا. وهدف وحيد والاهلي كسب بيه. نفس السنه اللي فاتت فاركو بيرسي تاو جاب هدف واتحسب تسلل. الدنيا اتقلبت وما عادتش. وعصام عبد الفتاح مشي ومحمود عاشور كان هيعتزل وكل ده عشان الفار تقنيه الفار حسبت ان الكره في كتف بيرسي تاو. امر التحيز بيخليك لما الفار كان موجود بعدالته ولم يحدث فيه تدخل بشري الزمالك حصل على البطوله لان العداله كانت موجوده. فقال لك طب خلاص مش الفار موجود احنا هنلعب بشري. الفار بالفه ولا بالف؟ بالفي في. بس انت بتقول الفار. معلش عشان بالفي يا اخي فار في في فار. فاللي انا عاوز اقوله قال لك خلاص احنا مش العداله موجوده وجات وخدوا الدوري. حتى ساعتها طلعت قناه الاهلي ونجوم الاهلي الدوري موجه الفار لم اسلام الشاطر طلب الغاء الفار. بالظبط. قال خلاص الحل ايه بقى؟ مخترق نخترق احنا الفار. نعطله. فعطلوا الفار علشان العداله ما تبقاش موجوده. صحيح. في الملاعب الدوري. فانا بقول لك تكافؤ الفرص والمساواه مطلوبه عشان تبقى زي بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ اللي ما حدش كان عارف مين بطل الدوري لغايه الدقيقه 90. صحيح. صح يا كابتن؟ على فكره الدوري حسم للاهلي من 10 اسابيع على فكره، دي معلومه غريبه. بس الزمالك ما زال هو البطل. ليه بقى؟ لان حسم اكلينيكيا ليه؟ لان الاهلي غايب 7-8 ماتشات ولسه على القمه. فده معناه ان خلاص اكلينيكيا ما حدش هيوصل لما يبتدي يلعب مؤجلات، اذا كان انا قاعد ما بلعبش وما نزلش التاني. فخلاص فالدوري حسم من 10 اسابيع، يعني الدوري حسم بعد في الاسبوع ال 15. يعني كان من المفترض ان الاهلي يلعب الماتشات المؤجله دي وما ناجلوش ويلعب اي حد. عشان ما بوصل الدوري ونخلص الدوري بدري. صحيح. لكن للاسف يعني اعتقد فرقه الوداد اللي بتلعب الاهلي مش متاجل لها ولا ماتش. 26 كله زي بقيه الفرق. زي الجيش الملكي وزي الرجاء. عمر رايك النهارده في موضوع وانت حكم سابق، رايك في موضوع ان الفار بيتعطل كل شويه؟ ماتش امبي وفيوتشر قال لك 20 دقيقه جابوا الراجل يصلح الفار وبعد كده امر نادر امر الدوله راح حسب الهدف والكره جت في رجله وما جتش في رجله. وبعديها لعبنا اسبوع من غير فار وبعد كده لعبنا كاس من غير فار. يعني وليد عبد الرازق ده روقوه وخلصوا عليه في ماتش بروكسي والزمالك وهو لا وهو حسب ضرب الجزاء على الزمالك وادى 6 انذارات وما حسبش ضرب الجزاء ما شافهاش ما عندوش فار. يا عيني كان بيحكم ماتش الكاس من غير فار. امبارح الحكم كان عنده فار حسب ضرب الجزاء وجت في دماغ الواد. يا عيني لولا الفار صلح له القصه والحكايه وده في نهائي افريقيا.
وبالتالي ايه حكايه الفار دي؟ وهل فعلا الشركه الاسبانيه دي جايب لنا اجهزه اي كلام ولا ايه؟ ايه كل شويه يبوظ؟ انا عمري شفت في دوري في العالم يبوظ الشوط يشتغل الشوط الاولاني يبوظ الشوط الثاني يقعد يبايظ 20 دقيقه والماتش بقى اطول ماتش في التاريخ ماتش امبي وفيوشر ده. ايه حكايه الفار دي والفرقه الاسبانيه وعدم دفع الفلوس؟ بص يا كابتن خالد، الموضوع التحكيم احنا متفقين الراجل يعني جاي بيشتغل قلنا بيشتغل حلو كده؟ لكن واضح ان هو مع الوقت بقى التعيينات ابتدت تبين في مشاكل، يعني انا مثلا امين عمر هو مجرد كان في سفريات اكتر من سفريه بره. غير كده يعني كان عنده سوابق مع نادي الزمالك اخرها ماتش اسوان الشهير هناك في اسوان. ده اول ماتش ليه من اسوان، ماتش اسوان. لا لا كان ماتش كان فيه اخطاء كتير. ماشي؟ نفسيا يعني كان المفروض ان هو ما يجيش الماتش ده، يعني في حكام كتير جاهزين احسن منه. هو كنا نقول مجهد مثلا فاهم؟ عنده والزمالك محمود البنا جه ده حكم للزمالك هو اللي وراجع ماتش السوبر، كان عامل ماتش عملاق ماتش السوبر من الاهلي وبيراميدز. حتى لو قلنا مثلا ان البروتوكول الفار ان انت الكابينه بتشوف الخطوط وانت ما تروحش، لا لا ده هدف كان يستاهل ان هو يقعد فتره اطول من كده. او يروح للشاشه ويشوف معاهم برضه يتابعوا مع بعض، خاصه لازم الناس تفهم حاجه ان هو حكم الساحه هو الحكم الاول دي كل القرارات، حتى لو الفار قال له حاجه هو ما اقتنعش بيها ممكن ما ياخدش بيها. خد بالك الفار مش شغال. ده الحكم لغوا هدف فتوح بالعين، شافه بالعين كده قال لك لا بص الخط هو من هو اوف سايد. هو الغريب هو اوف سايد ماشي. الغريب احنا بس انا اصلا مفيش فار، مفيش فار، المفروض الخطوط تتعمل قدامك لان في اجهزه. هو عمل كلوز، هو عمل كلوز كمان بيقول لك لا حتى لما تيجي بالعين المجرده لازم تدي له صوره واضحه. الصوره اساسا مش جايب الخطوط بتاعت ال 18 يعني اوريدي ما جالوش صوره. بصراحه يعني عملها بالعين المجرده تكون موجوده، لكن الفار في كل الحالات بص رقم واحد احنا بوظنا الفار. بروتوكول الفار صح، ولا كلامك صح، انا كنت لسه خدتها من لساني. هو باظ ليه؟ انت المفروض في ضوابط وتمشي على كل الناس بالظبط. بروتوكول امتى الحكم يروح يشوف الشاشه تبقى على كل الماتشات، امتى الحكم يسمع وما يروحش ويلغي مثلا ويسيب الخطوط ليهم مثلا، كل الحاجات دي. اقول حاجه يا راجل، ده الحكم كره جت في رجله وجت راح يشوفها في الفار كانت جت رجله ولا لا. يعني انا لو كره جت في رجلي مش هحس انها جت في رجلي. تعال نشوف. لا بس اقول لك حاجه، ده من حاجات العار يعني. اقول حاجه، هو حكم كويس، ده حكم كويس، بس هو في اليوم ده كان اوف داي، يعني هو ما كانش موافق واخطائه كلها مؤثره لا خلاف، هو يتحملها طبعا. بس هو حكم كويس لا خلاف على كده، لكن في مشكله مش في الحكم، مشكله في التعيين الاول. يعني انت لما تيجي امين عمر لازم تجيب له حكم تقيل برضه على معاه في الكابينه يقول له يسمع منه. لان بقول لك انا بقول لك بقى في الكواليس في ماتشات بيحصل فيها كوارث، بمعنى بتلاقي مثلا ابراهيم نور الدين حكم كبير وجايبين حكم درجه اولى لسه مفيش تفاهم دولي. يعني مفيش تفاهم. لا هو هو هيعلم بقى على ابراهيم، مش هيعلم عليه. انا بقول لك في لعبات ما كانتش بيسمعوا، ما كانش بيرضى يسمع كلامه بالظبط. حكام ما بتسمعش، بيعتبروا حكم صغير انا اقدم منك، مش انت اللي تقول لي بالظبط. ودي كارثه من اختيارات اصلا الحكام بتعمل الفار. عشان كده بقول لك الفار في مصر محتاج يتعاد من الاول صياغته وترتب من الاول مين اللي يخش ومين اللي بيخش. اقول لك على حاجه، في جزئيه مهمه جدا برضه، لازم الحكم الفار اللي يكون موجود لازم يكون حكم مباريات كتير، لازم يكون حكم. في حكام بقول لك ما سافرتش في الدوري الممتاز وتقعد في ماتشات الدوري الممتاز بتطلع اخطاء وبتقول للحكم اللي اعتقد كابتن حسام عزب ابن الكابتن عزب حجاج هو اللي كان قاعد على الفار في ماتش سيراميكا والاهلي واللي احتسب هدف. خد بالك انا حكم كويس، قال لك ان الخطوط كانت محطوطه غلط. كابتن حسام عزب تقريبا عمره ما حكم ماتش في الدوري، ما حكمش. بس هو ولا حكم كويس صح ولا هو حكم كويس بس من ضمن اللي بيقول لك عليها. هو مش حكم كويس لازم اذا كان هو ما حكمش. لا لا حكم هو ما حكمش في الممتاز. ايوه كلامك صح، حكم ساحه. ما انت بتقول كلامي اللي هو بيقوله لك انت، اللي يقعد في كابينه الفار ويقول قرار ويغير قرارات حكم في ملعب لازم يكون لعب على الاقل قريب من مستواه عشان يقتنع. طيب انا عايز اقول لكم حاجه قبل ما نطلع الفاصل الاخير ونرجع نكمل حوارنا. كابتن مع الناس كتير ما تعرفش الموضوع ده، كابتن محمد معروف وكابتن عمرو الشناوي بيحكموا في كاس العالم تحت 20 سنه. تمام. كابتن محمد معروف كل الحكام الافارقه مشوا تمام الا كابتن محمد معروف كويس. وكولينا كولينا عارف كولينا الايطالي رئيس لجنه حكام في الاتحاد الدولي ابتدى يقول للناس مين ده، انتوا كنتوا مخبيينه فين؟ صحيح. وابتدى حكم ماتشات في المجموعات وحكم في دور ال 16 ومرشح بقوه كابتن محمد معروف انه يحكم ماتش في الدور قبل النهائي او مركز ثالث ورابع وقد يكون مفاجاه ويحكم نهائي كاس العالم. هو وعمرو الشناوي ابن الكابتن احمد الشناوي محلل قنوات اون تايم سبورت، الاثنين متالقين بصوره كبيره جدا. وابتدى كولينا يحط محمد معروف في دماغه
وهيبقى لو مشي بالصورة دي الفترة اللي جاية هيبقى مرشح يكون موجود في كأس العالم 2026 في كندا وأمريكا والمكسيك. خلاص دخل الترشيحات، مقتنع بيه كهيئة جسمانية فنية، بيأدي أداء على أعلى مستوى في كأس العالم تحت 20 سنة. كان بيتهاجم هنا برضه. ده بيتهاجم هنا، ده في مرة ما اداش زكريا الوردي الإنذار الثاني، مصر كلها اتقلبت عشان ما طردوش، فاكر؟ فاكرها؟ هو محمود عاشور يعني ده أحسن فار وده أحسن حكم والاثنين اتهاجموا. محمود عاشور خلص عليه. أضيف خالد بوجود محمد معروف والإشادة به من رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي وهو حكم كبير ولا وسيط وفي العالم كله، ده مكسب للحكام المصريين. احنا عايزين 50 وفي بوساكا كمان. عايزين 50 واحد محمد معروف. عايزين نبني عليها. عايزين حكام كتير. بس السؤال اللي هتطرحه بعد كده، هل بيريرا نجح في ضبط الحكام في مصر وتطوير الحكام في مصر؟ هو فعلا تم ضبطهم فعلا. نطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا. يا رب المستشار عمل حاجات كتيره للنادي، يعني انا جيت قبل 3 سنوات وشفت النادي وشفت دلوقتي. لا بعدين سمعته ما شاء الله بالوطن العربي كله، مش بالوطن العربي، حتى انا في كندا وبراقب وبسمع وبشوف. فما ينفعش لما حد يعمل حاجة كويسة يعمل حاجة حلوة احنا نيجي نهاجمه، لكن احنا بنتكلم على النادي. انا لما جيت كان انا كزبون او كحد موجود هنا في النادي وبشوف الاعمار وبشوف الحاجات الموجودة وبشوف النظافة وبشوف الناس الموجودين وبشوف طريقة واسلوب الناس اللي موجودين هنا، ده بيفرح. ده لما اخرج برا انا اتكلم وانا معروفة على السوشيال ميديا، يعني موجودة عندي في كل مكان تلاقيني موجودة. لما اتكلم، لما هروح اتكلم، لما اصور هتكلم ادي الكلام المشرف، ادي الصوره المشرفه، وانا مش مصريه. لو كنت مصريه هعمل ايه؟ طيب فاحنا لازم كمصريين نقف، احنا عاوزين المستشار مرتضى يبقى هنا، احنا عاوزين، انا يعني كيسرى الناصر انا عاوزاه يبقى هنا، وحابه انه يكون في النادي وما يخرجش من النادي، وانا واثقه مليون المية انه حيرجع وحيرجع بقوه وحيكون معانا. عاوزينك يا سياده المستشار، مش عايزين حد تاني غيرك. المستشار بنى النادي، عمر النادي، عمل لنا كل حاجه، عمل لنا صاله، عمل لنا ملعب، راجل خدم نادي الزمالك وبيحب نادي الزمالك، وهو اللي جاب الدوري والكاس بالصفقات اللي جابها السنه اللي فاتت، جاب الدوري والكاس. انا كراجل موجود هنا في نادي الزمالك دايما وكعضو طبعا عضو في النادي، فعايز اقول المستشار مرتضى اثر بالسلب، اثر بالسلب على كل الاعضاء مش على حد معين، اثر بالسلب في كل حاجه موجوده في النادي. المستشار مرتضى كان موفر لينا كلنا هنا لبن العصفور زي ما بنقول بالبلدي كده. والله هو يعني سياده المستشار مرتضى منصور قبل ما يمسك النادي، النادي كان فوضى، هو عمل نقله كبيره بالنسبه للنادي. يعني الواحد كان قاعد في النادي حاسس انه قاعد في بيته، في امن، في نظام. فاحنا يعني عايزين يرجع تاني عشان نحس ان احنا في ثقل في النادي. الانشطه كده مش مظبوطه، يعني حمامات السباحه ما شبه مغلقه او حاجه زي كده، يعني لسه ما فيش. توجه له كلمه تقول له يعني مستنيينك ترجع تاني يا سياده المستشار باذن الله، يرجع تاني باذن الله. رايك في ظهور النائب سليمان وهدان على قناه، يعني قناه اخرى مع عمرو اديب وبيتكلم عن بيهاجم النادي زمان؟ طبعا ما يصحش ان نقطع في بعض في الاعلام، والمفروض اصلا المستشار هو اللي جابه النادي، ما كناش نسمع عن اسمه اساسا. حتى اصلا اللقاء كان يعني مش عارف يتكلم، يعني مش عارف يجاوب على سؤال، حتى بيقول لهم اسالونا اسئله غير رياضيه. فبيسالوه ايه طيب؟ هل عجبهم مثلا اللي احنا شايفينه في حمامات السباحه دلوقتي؟ مشكله كبيره دلوقتي ان احنا في الصيف وحمامات السباحه ما فيهاش نظافه، ما فيهاش كلور، ما فيهاش يعني حاجات كتير. ما كانش يصح ان هو يطلع طبعا ويقول حاجه زي كده. طيب سياده المستشار وهو موجود يعني بنلاقي الترابيزات نظيفه، بنلاقي النادي نظيف. النهارده احنا جايين حاجه تانية خالص، الحمامات برضو حاجه وحشه، والكلام ده طبعا يعني الواحد بيقول عن حق. يعني احنا بنيجي بقى لنا، انا بدي عضو بقى لي سنه، السنه كلها كانت حاجه تانية غير اليومين دول. هو ينفع يظهر في برنامج يهاجم نادي ده؟ طبعا حاجه ما ينفعش يتعلق عليه. هو المفروض هو اللي يقعد يعلق على نفسه يعني ويعاتب نفسه، غلط كبير طبعا. والله انا مش عاجبني الهجوم دوت ولا اللي عمله، لان احنا شايفين على يد المستشار بصراحه تعديل جامد جدا جدا في النادي، سواء كان في المبنى اللي فتحه بتاع الملك فاروق، سواء في النظافه، سواء في الانشطه، سواء هو اللي جابه نائب اصلا ليه يعني. فكل الحاجات دي هو كان عاملها المستشار.
احنا النهارده من بعد المستشار في حاجات جديده كتير قوي قوي انا مش عجباني بصراحه. وما ينفعش يظهر في قناه ثانيه يقول عن النادي بتاعه كده اللي هو اصلا كان متواجد نائب فيه. يعني انت لو عندك تعليق او في شويه سلبيات المفروض مع مجلس الاداره تحل عشان النادي يبقى كويس عشان يتبني مش علشان نهدمه. يعني حضرتك لو انت شايف في سلبيات في النادي في هجوم في النادي قولها مع في اجتماع ده لو انت عايز تصلح. احنا عايزين نصلح في واحد اتنين تلاتة اربعة مش كويسين مش عاجبني ازاي نصلحه. ورجعنا لكم مرة اخرى مع ضيوفي المحترمين. مصطفى عايز تتكلم في حاجة؟ لا بس حتة المدربين وبرضو دي من عوار الكوره عندنا في الدوري طريقه تعيين المدربين. فانا جمعتهم لقيت حاجات غريبه جدا يعني. قولي. في بدايه الموسم كابتن علاء عبد العال كان ماسك طلائع الجيش. بعد كده اتبدل بكابتن محمد يوسف، بعد كده اتبدل بكابتن عماد النحاس، مع ان عبد الحميد بسيوني اصلا جايب البطوله التاريخيه في تاريخ طلائع الجيش وهو اللي ما كان ماشي معاهم حلو، يمشي ليه ويتجرب كل دول؟ ولو تيجي تبص تلاقي مثلا ايه ليهم ميول واحد. نتائج لا انا بشوفها ميول يعني. كابتن ربيع ياسين مسك، هو ملوش تجارب في الدوري الممتاز عشان اول ما مسك اسوان ومشيت ايمن الرمادي رجعت جبته تاني. ايمن الرمادي ده اللي صعد باسوان وهو ده دلوقتي بيصارع من اجل البقاء. طيب طازق خليل رايح جاي يعني. رايح جاي. انت عارف ان اسوان ما كسبش من ساعه تقريبا ما من ساعه ما كسبنا من ساعه القطر لغايه دلوقتي ما كسبش. يعني مشي كابتن خالد جلال وجي كابتن حلمي طولان. طب ليه كابتن خالد جلال ده يعني يعتبر ده ماشي مع البنك حافظهم وهو التاريخي بتاعهم يعني من ساعه ما طلعوا برضه مش مفهوم. ومشي كابتن حلمي طولان وراح سيراميكا. سيراميكا صح؟ بالظبط. طب انت دلوقتي برضه مسكت كشري انبي. بعد كده رحت جايب كابتن طلعت يوسف. بعد كده دلوقتي غيرته تاني. جبت تامر مصطفى. تامر مصطفى بدا يعدل. طب ما تامر مصطفى كان موجود. واحمد سامي سموحه وراح سيراميكا. كان طارق العشري في سموحه وبعد كده جه كابتن احمد سامي. طب انا بس التجارب دي الاغرب بقى ان اللي هبط بحرس الحدود احمد ايوب. كابتن احمد ايوب في 13 مباراه اتعادل 2 واتغلب 11 كأسوأ نتائج في التاريخ اللي هو اول 2020 عشان الموسم لما صعد دور كابتن احمد ايوب فهبط بيهم تاني لسه مستقيل من اسبوع. طب انت فين النتيجه؟ هو عشان يمكن ابن النادي بقى. لا ماشي هو في حاجه اسمها كمان امور ماليه يعني. طب انت ليه ما بتدربش لو انت ما انت ابن هي مش كده بتدرب الزمالك. لا طب ما هو رضا شحاته كان برضو احد المدربين اللي نزلوا بالجونه تقريبا قبل ما طلعت يوسف يمسك الفتره الاخيره وينزل بيهم برضو جه بدا مع الداخليه بدا بس لا رضا شحاته باين نواه مدرب باين لا بدا مع الداخليه لا اللي بدا مع الداخليه مش بدا بدا مع الداخليه ودلوقتي في المحله عادي يعني انت عارف السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت كابتن هيثم شعبان كان ماسك تقريبا سيراميكا كان ماشي معاهم حلو جدا السنه قبل فاتت برضو فجاه كده جه كابتن جه السيد قعد شهرين النتائج سائد جه ورجع هيثم شعبان تاني. طب انت ماشي كويس هو ايه اللي بيحصل؟ هو في حاجات غريبه في الكره المصريه يعني ما يعني مثلا من المدربين بس المدربين اللي هم يعني المفروض يعني انت عندك كابتن طارق يحيى وكابتن خالد جلال وكابتن اسامه نبيه وطارق مصطفى ومدحت عبد الهادي وكابتن محمد حلمي وبسيوني. طب اقول لك على حاجه في مدرب اسمه محمد حامد بتاع بروكسي تقريبا اسمه كده. ايوه كل القناه استضافته انت كنت هتخرج الزمالك انت احمد عيد عمال كسب الاسماعيلي في الاسماعيلي 2-0 وفين بقى الاكشن اللي احنا شفناه بتاع بروكسي؟ يعني انت ده كسب وخرجهم ان هو مع المستقبل. ما حدش برضه دي من الحاجات برضه يعني انت كابتن تامر عبد الحميد دلوقتي واحمد عيد صعد كمان صعد بال هقول لك على حاجه مثلا برضه من الحاجات الغريبه كابتن حسن شحاته هل تعرف انه واخد فرصه المنتخب مره واحده؟ فضل انجز اول ما اخفق مشي ما جاش تاني. هل تعرف القامتين اللي عندنا الكبار كابتن حسن شحاته وكابتن الجنرال جوهري رحمه الله عليك كابتن محمود الجوهري صح لما كابتن محمود الجوهري اخفق مشي ورجع تاني رحنا كاس العالم اتغلب 6 من اليونان مشي رجع تاني صح راح مش عارف 2000 مش عارف اتغلب من السعوديه في 99 مثلا في كاس القارات كاس القارات 5 من السعوديه مشي ورجع تاني في 2000 يعني خد 5 مرات فرص لكن كابتن حسن شحاته هل هي انتباهات يعني كابتن حسن شحاته اخفق طب هل لا يشفع له الثلاث كؤوس العظيمه دي اللي هي التاريخيه دي ان هو يجي تاني بعد ما اخفق مثلا فلان او فلان صحيح ليه انت خدت 5 فرص مع ان انتوا الاثنين كبار الكبير ده المفروض ياخد 5 فرص زي الكبير ده ما خد 5 فرص لا اخفق مره واحده لما ماتش النايجر باين بتاعه كان الفرقه خلاص لا اعمارها لا بالك ده تم ابلاغه اكتر من مره ان هو هيمشي دي اخر بطوله ده اخر بطوله لا ان هو جاي خلاص لا لا على فكرة بعد كده الفكره كان ليه مره كده في 2008 انت موجود قبل فيتوريا هو في 2008 قال له اخرك قبل نهائي
قبل كان بيقولوا له كده ايوه قبل هيئه الاعلام صح برافو عليك لا يعني كان برضه في 2008 لو ما وصلتش قبل النهائي هتمشي كان دايما على طول بيتهدد انه يمشي مع انه بيعمل انجازات طب بتهدد ليه لا فخران ده بتهدد من 2006 من 2006 انت جاي مش عارف بدول دعاء الوالدين مدرب احتياطي وبتاع دور دعاء الوالدين خد كاس الامم قال لك يقعد هذه الحاجات الغريبه فاكر حاجه تاريخيه والله عمري ما انساها استاذ ابراهيم منيسي منتمي للنادي الاهلي اكيد يعني طبعا كان هو ما زال رئيس يعني تحرير مجله النادي الاهلي في 2008 كنت بشتغل انا في دريم فكان مانو الجوزيه مكسر الدنيا بقى مع النادي الاهلي مع الجيل ده يعني فجاء قبل 2008 تقريبا كان قاعد يقول لك حسن شحاته خد بطوله 2006 بدعاء الوالدين بدعاء الوالدين في الجمله دي فقبل بطوله 2008 قال لك حسن شحاته لا يصلح حسن حتى لازم يمشي لازم مش هيحقق حاجه لازم مش هيحقق حاجه وبره ارضنا هو الاولى انه يمسك منتخب مصر قبل بطوله 2008 وراح كاتب بالبونت العريض كده يعني ان هو يعني راجل مصري ومنتمي وكده وقال لك ايه اللهم بلغت اللهم فاشهد فالمهم رحنا 2008 كسب عملنا احلى بطوله لا لا كابتن حسن شحاته كسب مانو الجوزيه كان بيدرب انجولا كان مدرب انجولا دي بقى اللقطه بقى لا ده في 2010 لا في 2010 2008 خدنا البطوله وافضل بطوله في تاريخنا وافضل اداء وافضل نتائج وحسني عبد ربه خد احسن لاعب صحيح صحيح وعملنا بطوله ولا احلى ولا اروع بعديها جم كلهم بقى يعني يستقبلوا الكابتن حسن شحاته في المطار طبعا وكتير منهم سافروا بقى عشان ياخدوا يعني في يروحوا الامارات ويحتفلوا هناك مع دايما انا بقول يا كابتن خالد بس اخر حاجه هو منتخب مصر بنفس التشكيله دي كان في مدرب قبل كابتن حسن شحاته اسمه تردلي نتائجه كانت سيئه جدا بنفس التشكيله الله يرحمه محمد عبد الوهاب ابو تريكه نفس التشكيله حتى طارق السيد كان بينزل مره ومش نفس التشكيل وبعد نفس التشكيله مكمله لغايه 2013 لما اعتزل ابو تريكه والطقم ده كله بركات وسيد معوض والناس دي كلها في 2013 من بعد 2010 مسك برادلي وبرضه ما حققش حاجه وصل للمباراه النهائيه بس اتغلب من غانا 6-1 هي دي كانت كان كسب كل الماتشات لا انا بتكلم دي هزيمه مصيبه ما حققش وبعد كده شوقي غريب مثل ما عملش ما خدش كاس امم هزيمه مصيبه ما كانش في عندك دوري هنا موجود في مصر ماشي انا مش بتكلم على كده انا بتكلم نفس التشكيله دي قبل حسن شحاته وبعد حسن شحاته ما حققتش 11 في 3 4 سنين كده الكوره ماتت طب وقبل نفس التشكيله دي مع طردلي ما عملتش حاجه ليه بالظبط هي دي نفس لازم ندي حق الكابتن عبد الشافي انا شامم ريحه عوده الاستقرار نادي الزمالك فعلا من النهارده ليه بقى الخطاب النهارده او اللي اتقدم النهارده ايه بقى الخطاب عشان الناس تفهم اللي هو هو يعني في محمد دوله قدم يطعن على استشكال يطعن على قرار طعن المحكمه طبعا لا بعزل المستشار مرتضى منصور انه ده قرار مش صحيح يعني وان ده انا شايف ده فعلا بدايه الاستقرار في الزمالك يا رب ماشي والزمالك محتاج فعلا استقرار استقرار المستشار مرتضى منصور خلاص هو عنوان الاستقرار في الزمالك تعود الميه المجاريها هو القادر على قياده السفينه هو القادر على تدبير الاموال لمواكبه كل الظروف في نادي الزمالك اعاده الحياه لنادي الزمالك هو الوحيد اللي يقدر يجيب فلوس من غير ما يعمل اعلانات تبرع ناديكي وناديك تبرعوا لنادي الزمالك هو الوحيد اللي يقدر يجيب اموال لاداره نادي الزمالك فانا شايف عنوان الاستقرار بدا النهارده في ريحه استقرار كمان يوم الخميس هيكون في النادي ده فرحه طبعا اكيد في احتفاليه هيقبض الموظفين والموظفين هيحصلوا لان زي ما قال مصطفى اعتبرها مؤسسه مصنع على الرغم من الزمالك مؤسسه كبيره قوي اكبر من كده جماهيرها عظيمه بملايينها اكبر من مصنع بالظبط لكن مصنع الابطال لكن مصنع الابطال بتخدم كل الرياضه المصريه زي ما انا قلت قبل كده دايما يا كابتن خالد الرياضه المصريه تقوم على جناحين الزمالك والاهلي صح فده عوده الاستقرار ومحتاجين فعلا عوده الاستقرار وعوده الاستقرار هيكون ان شاء الله برفع الحجز عن اموال نادي الزمالك فدي بشره خير والخبر اللي قلته في بدايه الحلقه كابتن خالد اعتقد كل الاسر وكل العاملين في نادي الزمالك دلوقتي حاسين بالسعاده وبالفرحه ان شاء الله عمر كلمه اخيره كلمه اخيره انا شايف ان هو يعني موقف النهارده وزاره الرياضه من الطعن على قرار العزل دي بتدي صف يعني خلاص بتعيد الاستقرار تاني بتعيد اللغط يعني بتصحح اللغط اللي
موجود في الساحه خلاص الزمالك ادارته هتكون موجوده ومستمره باذن الله. زي ما قال الاستاذ عبد الشافي كده الاستقرار الافضل جاي سواء مستوى الكوره. شفنا امبارح لعيبه الطايره البرازيليه بتجدد، شفنا حاجات كتير، شايفين ان باذن الله اللي جاي افضل في الزمالك ان شاء الله باذن الله. استاذ عبد الشافي شكرا جزيلا لحضرتك. اسمعني بس عاوز اقول مداخله صغيره. اتفضل. انا اتكلمت على الاستاذ محمود بدر الدين اللي هو صاحب فكره الدوري المصري. الاعلاميه الكبيره الاستاذه ريم بدر الدين هي زوجه الاستاذ احمد مرتضى منصور. صحيح صحيح, صحيح. هي حفيدته. بشكرك استاذ عبد الشافي جدا. بشكرك كابتن خالد. استاذ عمر العيوبي بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للاستاذ مصطفى الفخراني والف مليون مبروك الزمالك فوزه النهارده على الاتحاد السكندري. نطلع لفاصل لغايه بكره. فاصل طويل شويه. نرجع لكم بكره وبرنامج زملكاوي باذن واحد احد هيكون معاكم الكابتن الكبير كابتن جمال عبد الحميد. تصبحوا على الف مليون خير.